السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبتدي معاكم تشابتر جديد في كانسكي اللي هو الكورنيا. اعتقد الكورنيا ده تشابتر مهم سواء طبعا كلينيكال او ككلاسيك تيتشنج او حتى في الاكزامز طبعا. طيب كانسكي معودنا طبعا ان هو بيبتدي كل حاجة بالاناتومي. مش عايزة اقف معاكم في الاناتومي كتير بعد كده، على اساس المفروض ان ده بيزك نوليدج، المفروض ان انتوا في يعني اللي هو هيبتدي يقرا كانسكي هيبقى في الليفل اللي هما بعد البازيك نوليدج يعني مفترض يعني. فبس اتكلم معاكم بسرعه حاجات هتبقى ريليتد للكلينيكال. انه طبعا كلكم عارفين ان الكورنيا متكونه من لايرز وانها افاسكولار ستراكشرز، لكن هي كونها افاسكولار ستراكشر ربنا خلقها الموست انرفيتد تيشو ان اور بودي، هي الموست دنسلي انرفيتد تيشو ان اور بوديز. الانرفيشن بتاعها طبعا كله بتاخده من نيزو سيلياري نيرف اللي هو برانش من الاوفثالميك نيرف من الترايجيمينال، وده بيعمل بلكسس. مش وقتها نقول ان البلكسس بتدخل في عندي طبعا هنا انترا يعني الابيثيليوم مليان بلكسس في انترا ابيثيليوم خلاص وساب ايبيثيليال بلكسس وفي ديب بلكسس. الانرفيشن بتاع الكورنيا لو اتقطع عموما يا جماعه بيتصلح، وده بينفع عمليات اللي هي بعد الليزك بيتصلح تقريبا في حوالي من 6 شهور لسنة عشان يرجع تاني ريجنريت. طيب طبعا هي متكونه من ايبيثيليوم، وبعد كده الايبيثيليوم دوت ريستنج على بيزمت ممبرين. مهم بقى الحاجات اللي هقولها لها ابلكيشن فعلا في الكلينيكال. وبعد كده عندي البومنز لايرز، هي مش ممبرين، بلاش نقول كلمه ممبرين لان هم اكتشفوا ان هي موديفايد بارت من الانتيرو ستروما. وبعد كده عندي الستروما، وبعد كده في الدسمس ممبرين، في لاير جديده طلعت اسمها دول لاير او بري دسمت لاير خلاص. والدسمس ده ممبرين حقيقي، ده ترو ممبرين فعلا. وعندي انتوثيليا. لو هتكلم على الاي بي اس السكنس بتاع الكورنيا ان جنرال، في الكورنيا طبعا الدايمترز بتاعتها احنا المفترض ان احنا عارفينها ان هي تقريبا بنتكلم في ستراكشرز 11.5 × 12. 12 ده الهوريزونتال و11 ونص ده الفيرتيكال. مش وقته هو ليه، لان فيها اناتوميكال فاريشنز كتيره، لكن بقى عايزين نعرف بس ان الانفانت بيتولد 2 مليمتر في الهوريزونتال. انا معتمد على الهوريزونتال في قياسات الكورنيا اكتر، 2 مليمتر less than the adult value، وبعد سنه بيزيد مليمتر، وعند سن السنتين بيزيد 2 مليمتر اللي هو فرق بينه وبين الادلت. فمن الحاجات اللي بتوصل للادلت فاليو بتاعتها في سن على سن سنتين. الحاجة التانية اللي عايزة برضو اقولها لكم ان السنتر بتاع الكورنيا بيبقى 500 مايكرومتر، لكن بريفري حوالي 1000 او بنتكلم في 1 مليمتر يعني. طب ليه السنتر ارفع من البريفري؟ دي علشان ان البوستيريور كورنيا البوستيريور سيرفيس بتاعها مور كيرفد ذان ذا انتيريور سيرفيس، فالكيرفيتشرز اللي ورا دوت بيخلي السنتر بيبقى سينر طبعا حوالي نص قيمة البريفرال سيكنس بتاع الكورنيا. الحاجة برضو طب ليه ربنا خلق البوستيرور سيرفيس بتاع الكورنيا مور كيرفد ذان ذا انتيرور؟ دي حاجات كتير جدا، عشان الكورنيا ما تبقاش سفيريكال ستراكشر، تبقى حاجة اسمها اسفيريكال بودي، يعني ان هي تبقى سين في السنتر، فتبقى مور اكتاتيك في السنتر عن البريفري. فده يعمل اللي هو اللي بنقول عليه بروليت شيب. البروليت شيب ده بيخلي السنتر مور كيرفد والبريفرال ليس كيرفد، فبالتالي الاكزيال لايت اوف ريز وهي داخله من السنتر مختلفه عن اللايت ريز اللي هي داخله من البريفري. حاجه كده بيتقال عليها نيجاتيف سفيريكال ابريجن، ده موجود ترو عشان يكمبنسيت البوست في سفيريكال ابريجن الموجود في الكريستالين لينز. بس الحاجات دي بتتغير بعد كده، وفي ناس مش كل الناس بيبقى عندها الارقام دي مظبوطه يعني. anywhere ال dimensions احنا قلنا طبعا، وقلنا thickness ال epithelium طبعا البيزل لير بتاعته كولامينر، وما بينهم tight junction وهيمي ديزموزومز، وهي ريستنج على البيزمت ممبرين بديزموزومز، عشان الديزموزومز دي لو فقدت في مرض معين او اتغيرت بستراكشرز تاني ده هيعمل نوع من انواع الديستروفي. عندي بقى الوينج سيلز اللي هي تشبه البريكل سيلز لير في الدرمس سوري في الابيدرمس، وعندي السيرفيس لايرز فيها شويه مايكرو فيلاي كده. المايكرو فيلاي ديت ليه؟ علشان تعمل
تعمل يعني عايزه اقول لكم ايه، تعمل زي تشارجت بارتكلز كده تلزق فيها الجلايكوكاليكس الموجود في الميكويد لاير بتاعه التيرز، فبالتالي التير فيلم يبقى لازق على الكورنيا سيرفيس، ما يجيش عليها ويتزحلق، لانها لو السيرفيس ده ناعم، هو طبعا هي نان كراتينايز، لو السيرفيس ده ناعم التير فيلم هيجي ويتزحلق عليها، فلازم يبقى فيه زي مايكروفيلاي بتبقى نيجاتيفلي تشارجت او بوزيتيفلي تشارجت حسب الجلايكوكاليكس الستراكشرز اللي موجود ما بين الميكويد وما بين السيرفيس سيلز بتاعت الاي بي سليم. الاستروما الاستروما في اول حاجه اسمها بومنز لير، اللي احنا عارفين ان هو وانس ديجنريتد نيفر ديجنريتد، لانه اصلا مش ممبرين. كل الاستروما تقريبا فيها كولاجين تايب واحد وخمسة وستة، عارفين بقى الفيتريس كان بيبقى كولاجين تايب 2، والاسكريا بيبقى فيها كولاجين تايب 3 اكتر، واي بزمت ممبرين عندي بيبقى كولاجين تايب 4، لان فالدسمتس تايب 4 طبعا يعني، واللينس كبسول مثلا تايب 4. عموما فيها بقى طبعا الكولاجين دوت محطوط بقى في لاميلي او في باندلز، والباندلز دي انتر مينجلند في الانتير وان ثيرد، فمور تايتلي تايت في الانتير وان ثيرد، فعشان الانتير وان ثيرد كده هو اللي فيه المور ريزيستنس ومور كومباكت، لكن البوستيريور تو ثيرد ليس كومباكت ولسه ريزيستنس، فعشان كده لما نيجي نعمل ليزك او ريفراكتيف سيرجري بنعمل ابليشن دايما في الانتيرور مش في البوستيريور. الحاجه الثانيه برضو ان عندي كراتوسايتس، لما جه دوا وصف اللايرز بتاعته قال ان انا بري ديسمس في البوستيريور ستروما، السيكنس بتاعي حوالي 15 مايكروميترز، وانا في كل الفكره كلها انا حوالي 8 ل 9 ملم، يعني مش كل الويتس بتاع الكورنيا ده مجرد السنترال. كل ما في الامر ان هو لقى فيها كولاجين وما فيهاش كراتوسايتس، ده اللي فرقها عن بقيه الاستروما، عشان لو حد سالني يعني هو اخترع حاجه جديده او لقى حاجه جديده، هو لقى ان اللايرز دي وهم اكتشفوها بالصدفه كده، وهم كانوا في عمليه معينه اسمها ديب انتيور لاميلر كراتوبلاستي، كانوا بيحقنوا اير ما بين البوستيريو ستروما وبين الدسمس، فلقوا في اير بيتجمع ويعمل شكل السيركل وفي السنتر ومش بيسبريد لللمبس، واحد تاني بيتزحلق ويسبريد لللمبس وبقى كده مالتي لايرد، يعني مش بولي كده على بعضيها. فبدأ يقول هو في ايه، هو مش معنى مره الاير يبقى شكله كده ومره الاير يبقى شكله كده، كانوا بيسموا الاوانيه تايب 1 والتانيه تايب 2 اير بابل. ولما جه بقى ده وهو اصلا ريفراكتيف اوفثالموجيست لسه عايش موجود هو في بريطانيا، هو عمل الهيستوباثولوجيكال بتاعه بقى او بالانفاف مايكروسكوبي كونفوكال مايكروسكوبي، قدر يثبت ان في لاير هنا اسيلولار لاير ما فيهاش اي كراتو سايتس. هي دي بس يعني يمكن الحاجه الجديده اللي ممكن ما تعرفوهاش. طبعا احنا اتكلمنا طبعا عن الفوكد باليسيتس بتاعت الستيم سيلز، وان الستيم سيلز لو فقدت عند اللمبس الكونجكتيفا هتكريب على الكورنيا، وهيحصل حاجه اسمها كونجكتيفاليزيشن. خلاص كونجكتيفاليزيشن يعني كونجكتيفا الابيثيليوم بالسبستانشال بروبيا بتاعته تكريب بالفيزلز طبعا، والفاسكولاريزيشن والكوبلت سيلز وكل الحاجات دي هتروح على الكورنيا، فكما لو كانت ايه السر. الاستروما برضو فيها ماتريكس، الماتريكس بتاعتي اللي هنا كلها كوندروتين سلفيت وبروتيوغلايكانز وكيراتين سلفيت وطبعا تسمس ممبرين لما هنتكلم عليه هنقول ان هما تو بارتس، في بارت بيبقى في الامبريونيك لايف وفي بارت بيبقى اول اوفر ذا لايف، فغالبا هيبقى الايه بقى الاوفر ذا لايف، يعني الاندوثيليوم طول الوقت عماله تفرز فيه، فالانتيرور هو اللي هيبقى اكيد محطوط ان يوترو في الامبريولوجيك في الامبريو لايف، وده الباندد زون، والبوستيرور ناحيه الاندوثيليوم هو اللي هيبقى نون باندد وده ثرو اوت ذا لايف باي اندوثيليوم، فبالتالي دي هاي ميتابوليك تيرن اوفر موجود عندي في الاندوثيليوم هنا، لانها بامب طبعا ومسؤوله عن الديترجنس بتاع الكورنيا انها تطرد الميه من الاستروما لبرا للاكواس وتحافظ على الكورنيا في الريلاتيف دي هيدريشن ستيتس بتاعته. الاندوثيليوم طبعا لها سيلز دي لها رقم، ولو فقدت هي بتعوض الديفكت بانها تغير شكلها وتكبر في الحجم اللي بنقول عليها بولي ميجاسيزم وبولي هيكساسيزم. المفروض ان
نورمالي ده ما يعديش اكتر من 50 أو 40%. لو او زاد عن 50 لـ 40% من شكل الخلايا البولي ميكاسيزم والهيتروجينيستي في الشيبز دي، ده بيعتبر ايفيدنس ان عندي اندوثيليوم بامب فيلير. وحاجه تانية طبعا الكاونتنج، يعني بعتمد في الاندوثيليوم مش على الرقم بس، بعتمد كمان على الشيب والحجم بتاع الخلايا. خلاص الرقم طبعا لو تحتيه وقع الرقم دوت هو 500 سيلز لكل مليمتر مربع، لو وقع خلاص انا دخلت في دي كومبنسيشنز. لكن هو نورمال المفروض انا بتولد ب 3000 وكل سنه بعد سن ال 40 بقل ب 6 من 10%. خلي بالكوا 6 من 10% بيرير دوت سؤال ام سي كيو، وال500 دي معناها دي كومبنسيشن. في الكاتراك سيرجي ما بقبلش اقل من 750 او سنترا كونيا سيكنس يعني ما يزيدش عن 630، لان 630 في السنترا كونيا سيكنس وال500 دول بنعتبرهم كات اوف فيجرز. 500 طبعا بالنسبه للسيلز يعني كات اوف فيجرز لعمليه الدي كومبنسيشن. اي كان بقى السبب، كان مثلا ديستروفي زي الفوكس ديستروفي، او مثلا سودوفيكيك اندوثيليا اللي هو بولس كيراتوباسي، او اي سبب، او اندوثيليايتس او اي سبب يعني. بعد كده يعني خلصنا كده الاناتومي، هنبتدي بقى ندخل على الساينز. كان سكيم قسم الكورنيال ساينز لسوبرفيشال ساينز وديب ساينز، يعني حسب اللايرنج بتاعت الكورنيا. وبعد كده هيبتدي يتكلم ازاي ان انت الدوكيومنت الساينز بتاعتك دي. خلينا ناخد السوبرفيشال بسرعه. في حاجه اسمها بانكيتيت ايبيثيليال ايروجن وبانكيتيت ايبيثيليال كيراتايتس، زي ما من الاسم كده هي بانكيتيت يبقى هتبقى تايني، ايبيثيليوم يعني انا على الليفل بتاع ايبيثيليوم. لو كنت ايروجن يبقى لو حطيت فلورسين هاخد ستين، لو كنت كيراتايتس هبقى مجرد اوباليسنس يعني نقط بيضاء مش واخده اي ستين. فانا ممكن اشوف، بركزوا معايا في الصوره كده، هو الريزوليوشن مش حلو عشان في هيز هنا، لكن النقط البيضه الصغيره دي تعني بانكيتيت ايبيثيلي كيراتايتس. حطيت ستين مش هتلاقيها واخده ستين. الايروجنز لما تحطها تاخد ستين. احيانا يكون الليجن كباثولوجي في الاول بانكيتيت ايبيثيلي كيراتايتس، وبعد كده السوولن ايبيثيليوم ده يشد اوف الايبيثيليال بتاعه ويبقى ايروجنز. ايروجن انا جاست فقدت الايبيثيليوم، هي مش ألسر ديب ولا اي حاجه، فالبومنز بخير وكل حاجه. لهم ديفرنشال دايجنوزس بيقول لك الايروجن ده بص على المكان، يعني هل هي ديفيوز واخده كل الكورنيا، ولا هي انفيرور، ولا هي سوبيرور، ولا هي سنتر، عشان ده هيديك زي كي بوينت للدايجنوزس او الديفرنشال بتاع الحاله. فالسنت يعني هو الديفيوز عموما، خلينا نتكلم على الديفيوز. لو لقيت ديفيوز ومنقطه كده، ده ممكن يكون في ايه؟ ممكن يكون في الفيرال، ممكن يكون التوكسيستي اوف ذا في البكتيريال برضو كونجكتيفايتس، وممكن يكون احنا خدنا في الادينو فيرال كونجكتيفايتس ان هو اول حاجه بانكيتيت ايبيثيليال ايروجنز وديفيوز، وبعد كده بيدخل في السب ايبيثيليال اللي هي الاوباليسنت انفلتريشنز اللي هي تيبيكال بتاعه الادينو فيرال كونجكتيفايتس. برضو البكتيريال كونجكتيفايتس ممكن تعمل كده كتوكسيك افكت على الكورنيا، فهيبقى كل الكورنيا متاثر. والناس التوكسيستي للدراجز يعني هو بيبقى غالبا الديفيوز ده حاجه توكسيستي هتافكت كل الاوكولر سيرفيس. لما نيجي بقى نتكلم على الانفيريور، الانفيريور دي غالبا ايه؟ يا اما حاجه مين اللي تاتشنج الكورنيا تحت اللي، يا اما ما انا بحط القطرات كل المينيسكس بيقع تحت، فاي حاجه هحطها كقطره هتبوزيت التحت، وعندي الليد مارجنز برضو هنا تاتشنج تحت. ولو العيان عنده لاجو في سالموس اللي هو اكسبوجر كيراتوباسي وهو نايم، عن البلز فينومينا بتخبي معظم الكورنيا ما عدا تحت، فيبقى انت عندك تحت دوت يا اما دروبس في اول حاجه تفكر فيها، او كرونيك بليفرايتس، يا اما لاجو في سالموس. خلاص يا اما طبعا الليد مارجنز بقى مش بليفرايتس بس، ممكن يكون طبعا تركيزس والانتروبيون، يا اما سيلف انديوسد انت بتخربش بنفسك عشان تبقى فاكتيشس، يعني عايز تقول ان انت تعبان ومثلا تهرب من اي اختبار طبي او كده، او تطلع بتقرير طبي. خلاص دوت اللي هو الانفيرور. طيب العكس بقى، لو رجعت
للسوبيريور هيبقى اكيد حاجات لها علاقه بالسوبيرو بالبيبرال كونجكتيفا والسوبيرو الليمبس. خدنا احنا حاجات كتير جدا في الكونجكتيفا، خدنا سوبيرو ليمبيك كرياتو كونجكتيفايتس، وخدنا الفلوبي ايليت سيندروم قبل كده، وخدنا بقى كل السوبيرو تارسل ده يبقى الفيرنال كرياتو كونجكتيفايتس والكلاميديال كونجكتيفايتس. خلاص يبقى كده واضح بقى. والجاينت بابيلاري كونجكتيفايتس اللي هي اسمها ميكانيكال انديوست، الاسم الثاني بتاعها ميكانيكال انديوست كرياتو كونجكتيفايتس. طب لو جت في النص كده اللي هي مش سنترال قوي يا جماعه، يعني نقصد بيها انتر بالبيبرال، يبقى دي حاجات لها علاقه بالدراينس والايفابوريشنز والالترا فايلوت وريدوست السنسيشن. خلاص والالترا فايلوت كيراتوباسي، الالترا فايلوت كيراتوباسي. نيجي بقى للبانكيتيت ايبيثيليال كيراتايتس اللي هو بنقول عليه احنا شايفين فوكال اوباليسنت جرانولار ايبيثيليوم، ده غالبا يا جماعه انفكشنز، يعني انفكشن والحاجات التانية بتبقى برضو حاجات ميميك الانفكشن او متهم فيها الانفكشن. فانفكشن اول حاجه على راسهم الادينوفايرال والكلاميديا والموليسكان كونتاجيوزم والهربس سيمبلكس والهربس زوستر والمايكروسبوريديا والسيستميك فايرال انفكشنز. بس هو كل الفيرولوجي، يعني كل الفيرولوجي بتاع الفولكلر كونجكتيفايتس كده، مع بس حط الكلاميديا معاهم على اساس انها ميميك الفايرال، هيبقى كلهم بيعملوا البانكيتيت ايبيثيليال كيراتايتس. طيب في حاجات ميسيلينيوس برضو التوكسيستي بتاع الاي دروبس وديزيز كده هناخده وهو متهم فيه الفيرال، بس هم مش لاقيين له اتيولوجي قوي، مش قادرين يقولوا ان هو فيرال ان اوريجين، اسمه سجيسون سوبرفيشال بانكيتيت او من اسمه بانكيتيت كيراتايتس، احفظوه لعند ما نشرحه. بعد كده انا لسه في السوبرفيشال الانفلتريتس، اتكلمنا المنظر ده شفناه فين، لسه قايلينه في الكونجكتيفا في الكلاستر اللي فيت دوت بتاع الادينو فيرال. صح الانفلتريشن ده يبقى سب ايبيثيليوم كده على الليفل بتاع البوبنز والسوبرفيشال استروما. خلاص ده بتاع الادينو فيرال كرياتو كونجكتيفايتس. طبعا وارد انه يحصل في حاجات تانية زي الهربس زوستر والانكلوجن كونجكتيفايتس، الادلت انكلوجن كونجكتيفايتس بتاع الكلاميديا، الحاجات الميميك بقى. وقلنا مين ميميك تاني، سجيسون بانكيتيت سوبرفيشال بانكيتيت كيراتايتس والروزيشيا والمارجينال كيراتايتس. خلاص طيب سوبرفيشال بقى بانكيتيت كيراتايتس يعني ايه؟ يعني انا الليفل بتاعي كده زي الدوت مورفولوجي ده، ما فيش حاجه سبيسيفيك، يعني ممكن يجي مع حاجات كتير. طبعا ايه تاني بقى ممكن يكون عندي؟ ممكن في السوبرفيشال ليجن اللي هو الفيلامنتري، وخدنا الفيلامنتس دي خدناها في مكان ما، خدناها فين لو تفتكروا؟ الفيلامنت دي خدناها تقريبا مع الشيلد ألسر، بس كانت بليك كبيره اكتر، مش فيلامنت. لكن خلينا نقول يعني ايه كلمه فيلامنت. انا لو عندي اي ميوكس ديسشارج خلاص، وعندي حته ايبيثيليال ايروجنز في الكورنيا، الميوكس مع الايبيثيليوم ايروجن دوت ياخد اي ايبيثيليال degenerated وميكسد مع بعض ويأتتش للكورنيا عند one end. يعني ايه؟ يعني الابيثيليوم عندي erosions والابيثيليوم اللي عنده اللي حواليه denoded area، فياخد الميوكس ممبرين عليه، فستيل هو attached عند one end one end beard، يعني يعني eroded، يعني باين قوي ان هي فيها erosion. قالك ده اشهر كوز ليه السوبيرو limbic كرياتو كونجكتيفايتس والفيرنال كرياتو كونجكتيفايتس. والحاجات بقى اللي هي زي دراي اي السنشال بليفروس بازم مهم جدا يا جماعه، تفتكروا الديفرنشال بتاع الفيلمنتس انه بيتسال وبيجي كتير. والدراي اي يعني اول حاجه دراي اي، اصلا احنا نعرف تشخيص الدراي اي، انا لسه ما شرحتهاش، بس هنعرف ان في تشخيص الدراي اي وانس ان انت شفت العيان بتاعك اللي جاي يشتكي من سمبتوم بتاعه اوكلر سيرفيس ميميك دراينس، بس انت شايف التير فيلم، شايف فيه زي ميوكس حتى لو فري، يعني في الاول بتبقى فري لسه ما مش اتاتشد لحاجه، دي ساينز اوف دراي اي. شفتها بقى اتاتشد عندك للإبيثيليال سيرفيس بتاع الكورنيا، دي بقى اللي بنقول عليها فيلامنتري كيراتايتس. يعني ممكن تلاقي الميوكس ده عايم في التير فيلم وممكن تلاقيه اتاتشد، وده بنقول عليه فيلامنتري كيراتايتس، وده بياخد ستيم بالروس بينجل. مين تاني زي الدراي اي؟ ما تنساش السوبيرو لامبيك كيراتو كونجكتيفايتس والاسينشال بليفروس بيز واللونج تيرم اوكولار باتشينج والنيوروتروفيك كيراتوباسي. واحنا قلنا ان في وان اند اتاتشد وان اند نون اتاتشد، وان هو ستين ويل بالايه بالروز بنجل مش بالفلوروسين، علشان دي فيتالايزد ايبيثيليوم مش كومبليت لوس للايبيثيليوم. خلاص الحاجه الثانيه ممكن نلاقي شويه طبعا انفلتريشن صغير كده سب ايبيثيليوم انفلتريشن حواليها. وبرده اللي انا عايزه اقوله لكم ان هي
هتعرف ان هي فيلمنتري برضو انها بتتحرك مع البلينكينج، بس مش كلها بتتحرك لان هي مش كلها فري، في حته اتاتشد، هيبقى الفري اند بتاعها هو اللي بيتحرك. بعد كده برضو ايه اللي ممكن تاني يجي في في الابيسيليوم؟ حاجه اسمها ابيسيليوم اديما. اكيد كلنا في مرحله ما شاف الابيسيليوم اديما ما فيهاش قضيه، يعني واحد عيان جالك باكيوت انكريز في الانتر اوكلر بريشر زي الاكيوت كونجستيف جلوكوما او اسمها اكيوت انجل كلوجر دلوقتي كرايسيس، خلاص. يا اما عيان بعد العمليات انت شفت عنده ابيسيليال اديما نتيجه يا اما اندوسيلي مشكله في الاندوسيليوم، يا اما توكسيك انتيور سيجمنت سندروم، يعني اسباب كتير جدا تعمل الابيسيليال اديما. بس كان في كده معلومه بنحفظها ان احنا دايما كنا نقول ايه، لما الاقي ابيسيليوم من غير استروما يبقى ده غالبا حاجه حصلت اكيوت زي الرايز في الاي او بي، لما الاقي ابيسيليوم بعد استروما الاديما يعني معايا ستيرويد كيراتوباتي وانكريس في الثيكنس بتاع الكورنيا ومعايا ابيسيليال اديما، ده غالبا حاجه انتوسيليال كومبرومايزمنت. الابيسيليال اديما اول حاجه تعرف ان في ابيسيليال اديما ان الكورنيا لوس اوف لاشتر، المفروض ان الكورنيا لها لاشتر ده طبيعي عشان الترانس برانسي بتاعتها مع التير فيلم اللي حواليها، لو حصل اديما اكيد هتوصل لاشتر. بعد كده ان انت ممكن تقدر تشوف الفيزيكال، والفيزيكال دي ساعات تبقى بولي وساعات ترابشر وتسيب ايروجنز. الهيلينج دايما بتاع الابيسيريال اديما عموما بيبقى فيه يحصل فاسكولاريزيشنز نتيجة الهايبوكسيا اللي حصلت، خلاص. خلوا بالكم برضو ان الابيسيليا القديمة ممكن تحصل برضو يعني هي تعمل الهايبوكسيا، وممكن هي حد ذاتها تكون نوع من انواع الهايبوكسيا. طبعا ممكن لا يكون لا اي او بي عالي ولا اندوسيليا كومبرومايزمنت، ممكن يكون هايبوكسيا فدي فيتالايزد ابيسيليا ويحصل الابيسيليا القديمة دي نتيجة الهايبوكسيا، ده مع الناس اللي هم بيلبسوا اوفر تايت كونتاكت لينس ويرر، خلاص ده بيبقى ده سبب اخير للابيسيليا القديمة. البانس اللي ممكن يجي في الكورنيا هو عبارة احنا خدناه في التراكوما تقريبا، شرحناه في التراكوما في الفيرنل، ان هو لو حصل سوبرفيشال فاسكولاريزيشنز مع سيلولر انفلتريشنز كده، سيلولر انفلتريشن دايما تسبق الفاسكولاريزيشن، والهيلينج دوت يا اما يسيب الاوباستي ممكن يبقى ده اكتف بانس، خلاص. لما ده بيرجريس ودي اوبليتريتد يا اما يسيبوا اوباستي مكانهم وتبقى اسمها خلاص يعني سكس بانس اللي هو فايبرس تيشو، يا اما ممكن السيلو انفلتريت كومبليتلي ريجريس تو هيلينج وبس البلاد فيزس لما بتبقى اوبليتريتد بتسيب مكانها جوست فيزس. طبعا بقى في تفريقات كتير يقول لك الديفرنشال دايجنوسس اوف بانس، هو يعني في الاندر جرادد كانوا بيهتموا بالبانس او هو كانسكي مش مهتم بموضوع البانس، هو بس عايز اقول لك حاجه ان تعرف البلاد فيزلز دي سوبرفيشال ولا دي بالزاي. السوبرفيشال بتبقى برايت ريد، التانية بتبقى فايوليت شويه او شويه ناحيه البلو كولر، دي علشان ماشيه السوبرفيشال دي بيبقى الليفل بتاعها دايما بين البيزمنت ممبرين بتدخل الكورنيا ما بين البيزمنت ممبرين والبومنز مش ديب للبومنز، فبتبقى وهي جايه من كونجكتيفا مش جايه من الابسكليرا، خلاص. فبتبقى برانشنج كده بيتقال عليها كريس كروسنج او دايفيد ديفايد قصدي دايكروماتوسلي، خلاص البرانشنج. الثانيه بقى هنشوفها في حاله بعد كده بتبقى ستريت وديب فايلوت وبتبقى جاي من الابسكليرا بتاعها، ما بتبقاش كريس كروسنج بالمنظر دوت. بعد كده بقى ناخد الساينز اللي هي ديبر كورنيال ليجن، هو بس يعني الحاجات دي مش هي عشان تعود نفسك في الكلينيكال تشوفها ازاي، مش عشان حاجه. الانفلتريشن طبعا الانفلتريشن ده اكيد كلنا شفنا كورنيال انفكشن او كيراتايتس او مثلا حد جالك في الاستقبال عنده فورين بودي ونجلكتد وحصل حواليه انفلتريشنز. الانفلتريشن دوت هو ايه؟ انت كلينيكال بتشوف ايه؟ بتشوف جراي وايت وممكن احيانا تشوفه يلو، ده سيلولار كده في الاستروما بيبقى بيبتدي في الانتيريو استروما وبيبقى دايما معاه سيلياري انجكشن يعني العين ريد اي ماشي. الانفلتريشن ده غالبا سيلولار نتيجه انفكشنز او نتيجه كيميكال اريتيشن او اكيد نتيجه اي حاجه ايا كان سببه، يعني سواء كان انفكتيف او نون انفكتيف دلوقتي احنا مش بنتكلم فيه، لكن هو دي سيلز من الاميون سيستم جت عن طريق البلد سبلاي اللي جاي في الليمبس ودخلت في الاستروما انفيد الاستروما
وراحت تنفيد اللي هو الانتيجين اللي عمل لها اتاك او اللي عمل لها كيموتاكسس، سواء كان بقى بكتيريا فيرال نون انفكتيف اليمنت ايا كان يعني. خلاص فهو دوت الانفلتريشن. فالانفلتريشن ببساطه يا جماعه هو سيلولر، سيلولر مع شويه ديبريس طبعا. اكيد السيلولر سيلز دي الانفلاماتوري سيلولر او الانفلاماتوري سيلز دي اكيد فيها بروتيوليتيك انزيمز عشان بيهاجم البكتيريا او بيهاجم الاوفندنج اورجانيزم او الانتيجين اللي هنا. فالبروتيوليتيك انزيمز اللي فيها واللي في موجوده في الكراتوسايت حتى هتعمل شويه ديستراكشن، فيبقى عندي شويه نيكروتيك تيشو هنا. فهو ده اللي هو ده الانفلتريشنز. خلاص طبعا احنا قلنا في نوعين لازم تفرق، ان في سترايل انفلتريت اللي هو سببه مش انفكشن، وفي الانفكتيف وهيجي كلامهم هيجي الكلام عنه. ممكن يبقى طبعا بريفرال، ممكن يبقى سنترال، وحسب بقى الـ ممكن يبقى مالتي لوكاليتد ساتلايت. يعني بصوا في اسباب كتير هناخدها بعد كده. انت بس بتعرف الانفكشنز ايه الكي بتاعه الانفكشن. بيقول لك الكي بتاعه انفكشن هو كانسكي مجمعها في كلمه بيدال. بيدال المينومينيك ده قال لك ان البي دي يعني بين، ولو لقيت ulcers epithelial defect ولو لقيت discharge وanterior chamber reaction يعني عندك هايبوبيون، وبعد كده اللوكيشن بتاعها كل ما كانت سنترال فهي دي اكيد تعني انفكشنز. لان النون سنترال الاول بتفكر في حاجات النون انفكتيف او الحاجات اللي هي اميون ريسبونس مش شرط يعني. فدي حاجات بقى يعني ده بيقول لك ده كي ازاي تفرق ما بين سترايل وانفكتيف انفلتريشن. النون انفكشوس او السترايل دي غالبا اميون هايبر سنسيتيفيتي للانتيجين او مع الكونتاكت لينس ويرر احيانا بتحصل نوع من المارجنال كيراتايتس. طيب ده دي صوره فيها ألسر. لو شفت كده السليت لامب جاي هنا مكمل هنا في حصل سيننج في لوس للإبيثيليوم، الإبيثيليال لاينز اللي المفروض هو الخط الاولاني مش مكمل، وحتى نص الاستروما مش مكمله، فدي ألسر ويمكن ديب ألسر وفي حواليها انفلتريشن اهو. والمنظر ده اللي هو استرايد كراتوباسي، عشان في ناس دايما بتحب تسال عن استرايد كراتوباسي اهو. الاستروما تبان مخططه كده معرجه خلاص، نتيجة ان الووتر دخل ما بين الكولاجين بانتلز اللي في الاستروما وعمل كليفيج. فدي على فكرة دي هي بمعنى ادق هي كأن لو كانت ووتر كليفيج في الاستروما. طب هنيجي للالسريشن. هو بس ماشي قبل ما نيجي للالسريشن ناخد الجدول دوت تاني. كانسكي كاتب الكاركترستيك بتاعت الانفكتيف فيرسس سترايل كورنيال انفلتريت. امتى تقول الانفلتريشن ده انفكتيف وامتى تقول انه سترايل؟ قال لك اول حاجه السايز ده بيتند تو بي لارجر لان البكتيريا شغاله، فالانفلتريشن بيكبر يوم عن يوم يعني بيتيتريوريت. ده غالبا سمولر بس مش شرط، لان في عندي طبعا هناخد حاجات اوتو اميون في البيوكي او البريفرال اوستيف كراتايتس لا عنيفه بتاعت الروماتويد ارثرايتس والاوتو اميون ديزيز عنيفه مش سمولر ولا حاجة. يعني والمورينز ألسرز مثلا انفلتريشن مش شرط يعني. البروجريشن هنا رابط وهنا سلو برضو في الاسترايل مش شرط يا جماعة. هرجع اقول لكم الاوتو اميون عنيفة. الابيثيليال ديفكت هنا فيري كومن، هنا بيقول لك ليس كومن ماشي، لانها بتبقى ميلي سترومال مش الهدف بتاعها مش ابيثيليال ديستراكشن، لكن دي عشان تدخل الكورنيا لازم هتدخل عن طريق الابيثيليوم فاكيد هتدستراكت الابيثيليوم اكتر. البين طبعا ان انفكشن هو هيبقى مودريت او سيفير، وهنا مايلد. حتى بيقال على الاوتو اميون مارجنال كراتايتس او البريفرال اوستيف كراتايتس. كان في مره كده سؤال غريب نزل كان بيتقال عليها بيلس كورنيا الالسرز او بيلس كراتايتس. فخلي بالك بقى من الحته دي ان البين طبعا هو البيلس حاجات كتير يعني. هو انت ممكن يبقى انفكتيف وبيلس زي الفيرال، وممكن يكون برضو انفكتيف وبيلس زي الحالات اللي هي نيوروتروفيك وانطبق في ايه حصل انفكتيف كراتايتس. فهو الجدول ده بس يعني هو زي كي، لكن هو مش شرط، مش كل حاجه بتنطبق. الكورنيا علمها واسع جدا جدا، بتوع الريفراكتيف اصلا سبسبيشاليست بيتابعوا بنفسهم ان هما بيشخصوا حاجات الجنرال اوفثالموجيست ما بيقدرش يشخصها. وهو فعلا هي فعلا من الحاجات اللي عايزه دقه جدا في الفحص ودقه في الفهم، ولازم يبقى عندك وايد نوليدج حلوه قوي عشان تقدر تشخص حالات الكورنيا. الديستشارج بيبقى بيرلنت هنا ميكو بيرلنت، طبعا برضو مش شرط هرجع اقول لك تاني. الفيرل مش ما هو انفكتيف لكن مش معايا بيرلنت.
سنجل والمالتيبل. هنا تيبيكال ده سنجل، ده ممكن يبقوا مالتيبل يونيلاترال، وهنا دي اوفن بايلاترال، انه غالبا بيبقى سيستميك ديزيز فعلا، بس المورينز برضو يونيلاترال. الانتري تشامبر اكشن سيفير، هنا قال لك ما فيش مايلد، يعني اللوكيشن دي سنترال، لكن دي دايما بريفر حقيقي، لانها بتبقى ريليتد للانتيجين انتي بودي كومبلكسز اللي بتيجي من ال من البلاد فيزلز، فلازم تبقى جنب الليمبس عشان تيجي عن طريق البلاد فيزلز. لكن دي ده دايركت دايركت انفكشن. ادجسنت كورنيال رياكشن اكستنسيف وهنا ليميتد. مش نرجع بقى هنشوف استور تاني مع بعض، هنتكلم على الالسر. يعني ايه ألسرز؟ زي تعريف الالسرز اللي هو ابيثيليال ديفكت، وغالبا بيبقى معاه انفلتريشن ونكروزس. طبعا الميلتنج دوت لو عندي سيفير ألسريشن وانزيماتيك اكتيفيتي عنيفة نتيجة اوتو اميون ديزيز، ده بيعمل ومش شرط يبقى معايا انفلتريشن، يعني ده اللي هو يعتبر زي اسمها لسه بقول لكم بتيجي مع الاوتو اميون والمورينز ألسرز والحاجات دي، ده بريفرال اسكليف كراتيتس، هناخدها بالتفصيل بعد كده. نيجي بقى للفاسكولاريزيشن. الفاسكولاريزيشن لسه قايل لكم ان هنا الديب فاسكولاريزيشن دي بتبقى شكلها عامل ازاي وداخله ستريت، واحيانا طبعا لما الاتاكس بتاعتي طبعا هي بتدخل علشان لو في بكتيريال انفكشن، لو في اي حاجه بتستدعي ان الديب فاسكولاريزيشن دي تحصل، لكن مش هتدخل في الطبيعي كده خلاص. طب كونها الحالة دي خفت وحصل ان البلاد فيسلز ما بتختفيش يا جماعة، بتسيب اثر ليها جوست فيسلز، واحنا بنشوف الجوست فيسلز دي فعلا في حالات كتير جدا، ان اللي هم هتعرف ان عنده في 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 مرات ما جاله كراتيتس ايا كان سببها. برضو الليبيد ديبوزيشنز دوت مع الكرونيك انفلاميشنز وحصل فاسكولايزيشن، يعني مثلا دي كانت ايه هايبوبيون ألسرز وهيلد، دوت خلاص حصل سيكاترايزيشنز وهيلد من نتيجه الفاسكولايزيشن. اصلا من الساينز اوف هيلينج تعرف ان الألسر دي بتهيل ولا لا، او الانفلتريشن ده بيخف، ان تشوف المنظر ده. صحيح المنظر دوت فيجوالي ديسيبلينج للبيشنت، لكن هو ساين كويسه للانفكشن ان العين بيهيل. الحاجه الثانيه مع الكرونيستي بيحصل ليبيد ديبوزيشنز هنا، وساعات بيحصل كالسيوم ديبوزيشنز خلاص، ودي اسم ألسرز معينة بنقول عليها كالكيرينيس ألسرز، ودي ألسر سخيفة جدا ما بتخفش بسهولة، انت لازم تعمل ديبرايدمنت لكل ده، عشان تعمل ديبرايدمنت لكل ده فانت غالبا دخلت فيه، يعني لو هي سوبرفيشال ممكن تعمل بي تي كي، لكن غالبا دي الحاجات دي بتبقى ديب، فانت خلاص دخلت في لاميلار كيراتوبلاست، يعني لازم تعوض الجزء اللي هتعمله ديبرايدمنت ده بجرافت كورنيال جرافت نو، يعني مش هتقور كل الحته دي وتقول للابيسيلين تعالى بقى انت كمل الديفكت، لا مش هينفع. ماشي الفولدس في الديسمس ممبرين، قلت لكم ان الفولدس في الديسمس ممبرين والووتر كليفج في الاستروما دي اللي بنقول عليها سترايت كراتوباسي، ودي تعني كورنيال اديما نتيجه اندوثيليال كومبرومايزمنت خلاص، او نتيجه هايبوتومي احيانا بتحصل بعد في الهايبوتومي، او نتيجه تروما انت عملت ديسمس رابشرز، وساعات بتحصل نتيجه ستريس بس اسمها فوكت سترايدا في فوكت سترايا في الكراتوكونس، بس مش بتبقى بالمنظر ده قوي. يعني عايزين نتفق ان الاسترايد كراتوباسي اشهر سبب ليه ان يكون حصل انه يكون حصل ايه اندوثيليال كومبرومايزمنت زي ما بيحصل بوست اوبراتيف مثلا خلاص. تاني سبب الهايبوتومي، تالت سبب التروما وحصل ديسمس رابشر اوكي. اخر سبب ممكن تشوف فيه حاجه هي مامك الاسترايد كراتوباسي، مش هي مش استرايد اسمها فوجد سترايل، انها بتبان بالبريشر وبتختفي، يعني بتظهر يعني زي ساينز بتظهر وتختفي تظهر وتختفي. الديسماتوسيلز يعني ايه ديسماتوسيلز؟ الديسماتوسيلز يعني حصل الالسريشنز والالسر دي كانت ديب لدرجه انها كلت كل الاستروما، وبعد كده حصل الابيسيليوم رجع اتكون وغطى الكفر ده، بس الاستروما مفيش حته غطتها، فالحته دي بقت ايه الحته دي بقت سن. فالانتر اوكولار بريشرز طبعا هي كانت ويز ستاند الانتر اوكولار بريشر اللي جوه العين فبتبلج لبره، فدي اسمها ديسماتوسيل. ممكن ترابشر وممكن ما ترابشرش، دي حسب بقى الكوز وحسب الليفل، هي في حته شويه ستروما فيها ولا مفيش، ده كلام كتير مش وقته دلوقتي، بس بتوع الباثولوجي بيفرقوا في حاجه اسمها بوست انفكشوس كراتكتيزيا او ديسماتوسيل. هم بيقولوا ان الكراتكتيزيا دي اللي هي لايند بالابيثيليوم، والديسماتوسيل نوت لايند بالابيثيليوم، برضو مش هي دي القضية.
نسيت بس اقول لكم في الاسترايد كيراتوباسي انه في حاجه في البوف سالموس برضو نتيجه التروما في الديسمس ميمبرين اسمها هابسستراي. كل الاسترايد كيراتوباسي غالبا عندنا بيبقى ميلي فيرتيكال خلاص حتى التروماتيك، ما عدا الهابسستراي بتاعت الكونجنتال بوف سالموس دي بتبقى هوريزونتال، اعرفوها كده. حتى الفوجد ستراي اللي هي ستريتش ستراي بتاعت الكراتوكونس برضو فيرتيكال، ماشي، لها علاقه بالشدة الكيرفيتشرز بتاعت الديسمس ميمبرين في الكورنيا. مش ده تروماتيك بريك اهو فيرتيكال خلاص، ده نتيجة تروما، دي فولدس وده ديسماتوسيل، ادي رسمته اهي. اخر حاجة هو بيشرح لك السيدل تيست، بيقول لك ازاي تشوف السيدل تيست. السيدل تيست ده احنا بنعمله لما بنكون شاكين ان العين فيها بيرفوريشنز خلاص، او بوست سيرجري وانت شاكك ان الجرح بتاعك ما اتقفلش، سواء بقى جرح كاتاركت او جرح كلكوما سيرجري او عيان جاي بمايكرو بيرفوريشنز او حتى في الانفكشوس كيروتايتس وعندك ديسماتوسيل زي كده وشاكك في مايكرو بيرفوريشن حاصل هنا ولا لا، انت بتعمل السيدل تيست. فدي الحاجات اللي انت بتعمل فيها ستيدل تيست عشان تشوف انت في بيرفوريشنز ولا لا. بتحط فلوروسين دروبس وبتشوفه على ستيت لامب باللون الازرق اللي هو اسمه كوبالت بلو فلتر، وتبتدي تبص تشوف الاكوس بيخرج قدامك اجريس كده قدامك لايند. لما يخرج بص الفلوروسين مالي الاوكلر سيرفيس خلاص، مالي السيرفيس ده، فالاكوس ده لونه شفاف، فلما يخرج ايه اللي هيحصل؟ هيخلي اللون الاخضر ده كانه هياخد اللون الاخضر يزقه على الجنبين ويجري قدامه، فتحس اللي بنقول عليها ريفر فالي ساينز، كما لو كان نهر بيجري في فالي في وادي، يعني وادي رفيع، الوادي الجنبين بتوعه ستيند باللون الاخضر اللي هو الفلوروسين، وهو الفلويد دوت لونه بتاع. ساعات ما بتشوفوش بنعمل حته بريشر صغيره كده علشان لو مثلا حاجه زي بارشلي سيلد مايكرو بيرفوريشنز هيطلع شويه اكواس فنشوفه لما بيكون قلقانين قوي يعني، ولو ان يعني البارشلي سيلد دوت او السيلف سيلد مايكرو بيرفوريشن ده لو لبست كونتاكت لينس لمده يوم هيخف يعني، مش ما تجريش على اي انترفنشن فيه ما دام هو ما بظهرش قدامك بالسيدي التست الا بعد ما عملت انت بريشر عليه. بصوا الدوكيومنتيشن لل في كده في الشيت يعني بره، المفروض في حاجتين تعمل لهم دوكيومنتيشن بالوان، المفروض نائب الرمد، احنا اول ما سلمت النيابه كان يعني الله ينسيها بالخير، وحد كده من الاساتذه كان علمنا ان احنا نشيل الوان ملونه في البلطو عشان في الشيت نلون. الدوكيومنتيشن عموما يعني للكورنيا والانتيو تشامبر بالالوان وفي الريتنا بالالوان، هو ده بيسهل عليك بدل ما تقعد تكتب يعني، بيقول لك لو لقيت هايبوبيون يا اما ترسم كده فيو زي كده، او ترسم فيو فرونت فيو دوت سايد فيو ده فرونت فيو، الهايبوبيون طبعا هتلونه بالاسفرز، اي بلاد فيزلز فاسكولايزيشن في الكورنيا ترسمها كده برانشنج احمر، الكراتيك خلاص لو كانت طبعا سوبرفيشال خلي بالك هترسمها برانشنج، لو كانت ستريت هترسمها ستريت لاينز يعني از كان ديب يعني، لو عندك مثلا بيجمنتيشن على الباك بتاع الكورنيا زي اي ايرون لاين او كروكن بيرد سبيندل هترسم نقط هترسمه بني. شايف هنا رسمه نقطه، لكن لما جه رسم هنا رسم اللاين حسب ما هو شايفه ازاي، ماشي. الاوباستي طبعا زي سكار او ديجمنتيشن هتترسم بلاك اهي، ادي السكار رسمه في الليفل بتاعه مثلا هنا في الانتيو ستروم رسمه هنا بلاك خلاص اهو، يعني هو جراي مش بلاك يعني، لكن يبقى خلاص البيجمنتيشن البيجمنتيشن انت عندك البيجمنتيشن نوعين، يا اما على الاندوثيريوم يا اما ايرون لاين عند على الليفل بتاع الايبيثيليوم، اهو شايفين البني اللي على الايبيثيليوم ده كان ايرون لاين، هنا في الفرونت فيو مش قادر يحدد الليفل، لكن في السايد فيو قادر يقول لك ان الايرون لاين ده عند الايبيثيليوم، لو كان بيجمنتيشن ورا على الاندوثيريوم زي كروجن بيرد سبيندل رسمها هنا. يعني هو البروفايل اللي في الجنب ده بيبقى لطيف انه فعلا بيحدد الليفل. والسكار طبعا ده في الستروم، الكراتيك كيبيز، الكيبيز هيرسمها اللي هو بتيجي في الانفلاميشنز هيرسمها ايه؟ هيرسمها باللون ال
هرسمها باللون الازرق يا جماعه، برسمها نقط صغيره ورسمها هنا نقط صغيره برضو. هيبقى ناقص عندي الابيسيليا القديمه، برسمها بلو سيركلز في الابيسيليا، مش شايفين؟ رسمها بلو سيركلز في الليفل بتاع الابيسيليا اهو، وهنا برضو رسمها بلو سيركلز. طيب قالك القديمه، لو في برضو في لو في عندك ده الابيسيليا القديمه، طب الاستروما القديمه يعمل ايه؟ قالك اعمل ويفز كده، عمل لاينز اللي هي الفيرتيكال دي بتاعت سترايد كريتوبس، هي اللاينز الزرقاء دي، وهنا عمل زي شيدنج خفيف. يبقى السكور كان جري او بلاك والشيدنج باللون الازرق، معنى كده استروما القديمه لو عملها خطوط زي الاسترايد كراتوبسي برضو استروما القديمه، لو عملها دوائر صغيره دي فيزيكال، وهنا دوائر في الابيسيليم يبقى دي ابيسيليا القديمه. وقلنا الايرون لاينز يرسمهم براون، سواء لو هيحطها هنا في البيجمنت في الباك او يحطها في الابيسيليا لاينز. وعندي البلاد فيز السهله والهايبوبيون اللي هو اللون الاصفر دوت سهل. ده الدوكيومنتيشن. الانفستيجيشنز في بقى عندي السبيكولار مايكروسكوبي، وفي حاجه دلوقتي طالعه انتيرو سيجمنت او سي تي، وعندك البنتاكام دوت، وخلاص في حاجات كتير جدا، والبايوميكانكس، وفي الانفيفو كونفوكال مايكروسكوبي دلوقتي بيعمل لايرنج وحلو قوي، بقى بيشخص انفكشوس كراتيتس، بس هو كانسكي ما جابش هنت عنه. لكن من الحاجات الجميله جدا اللي بتشخص ال الكراتيتس الانفكشوس كراتيتس وتوريك الاورجانيزم ونوعه بعد ما كنا هيزيتيتنج. خلاص طبعا، بس دوت منظر الموزايك ابيرنس اللي هو النورمال اندوثيريوم، لما بيحصل لص فيه طبعا بتحصل الجطاطه، شايفين ده هنا لص، وحجم الخلايا بيتغير بتحاول تعوض النقص، فممكن تملى ديفكت، واحيانا ما بتقدرش تملى الديفكت، فبيظهر غير الكاونت، بيظهر عندي اللي هو الابنورمال او ديفرنسز ان ذا شيب. هنا شايفين يونيفورم ويوني سايز، ديفرنسز ان شيب والديفرنسز ان ايه in volume او in size يعني. فاحنا لازم بناخد بالنا من الديستريبيوشن والدنسيتي اللي هو الكاونت والشيب والسايز، دي الحاجات اللي بنعملها اناليسيس في السبيكرا مايكروسكوبي. على فكره انت تقدر برضو تفحص الاندوثيريوم كويس بالسليت لامب، يعني حاولوا كده خلوا السينيور بتاعكم يعلمكم ازاي تعملوا سبيكولار مايكروسكوبي اكزامينيشن بالسليت لامب. صحيح هو مش هيديتكت الالي طبعا زي السبيكولار مايكروسكوبي انفستيجيشن، بس برضو هيخليك على الاقل تاخد بالك لو في جطاطه، لو في كومبرومايزمنت، احيانا بتبقى حته فوكال بس من الاندوثيريوم كومبرومايزمنت في السنتر، احيانا بيبقى في البريفري، بتشوف اللي هي الهاسن هيننز الايدجنج، تشوف الديبوزيشن. بيبقى لطيف جدا ان انت تماستر، يعني حاول تماستر الاول على الناس النورمال، وبعد كده هتقدر تشوف الديزيزز اللي بتحصل بعد كده. طيب كانسكي بقى طبعا قبل ما يشرح الانفكشن نط على طول على التريتمنت، البرنسبلز بتاعت التريتمنت، والبرنسبلز دي مهمه جدا جدا جدا. يعني هو حطهم في حاجتين، ان هو لو انا جالي كورنيال انفلاميشنز هو او انفكشن عموما، هو ايه مشكلته؟ مشكلته اورجانيزم وبكتيريا او الانفكتيف ايجنت ايا كان سببه، صح؟ ومشكلته الثانيه ان هو حصل ألسريشن، اما والا ما كانتش البكتيريا دي دخلت الكورنيا، او ما دخل كانش الاورجانيزم ده دخل الكورنيا ايا كان. فانا عندي مشكلتين دلوقتي لازم ادرس زم واعالجهم، مشكله الانفلاميشن والانفكشن ومشكله الابيثيليوم الديفكت. فاول حاجه لو انا هشوف الانفكشن بتاعتي هشوف الانتي ميكروبيال ايجنت، يا اما هدي حاجات امبيريكال وهقول لكم الكي احنا بنتعامل ازاي مع الحالات، يا اما انا ماشيه بقى في وحده كورنيا يونت وسبيسيفيك، فهعمل بقى سكرابنج واخد واشوف اكوردنج كلتشر وسنسيتيفيتي، او اشوف ادور على كي يوريني الحاله. في حالات بتشخص نفسها حتى من الهيستوري زي بتوع الاكانثاميبا، يعني هتيجي واحده قالت لك انا لبست كونتاكت لينس من الكوفير مثلا، وبعد يومين حصل كذا، او جات تشتكي من كورني، خلاص يعني انت اصلا مش ساعتها ما تدورش كونتاكت لينس وكوفير وكورنيال افكشن وفوتوفوبيا تساوي كلمه اكانثاميبا، حتى لو ما لقيتش التيبيكال ساينز بتاعت الاكانثاميبا. خلاص طيب الانتي ميكروبيال ايجنت طبعا it started as soon as preliminary investigation have been performed، يعني انت يعني هو يقصد طبعا ده بيتكلم بقى ايه في معيش في التيرشري كورنيال سنترز، يعني هو انا غالبا عيان الكورنيال انفكشن مش عامل له preliminary investigations، يعني انا هبتدي بالتريتمنت، ولو ما جابش معايا بقى نتيجه بعد 48 ساعه هو ده بقى اللي بعمل له investigation. لكن هو بيتكلم هنا الناس على الناس على الماشين طبعا ستيب وايز ابروتش، بره في جايد لاينز الحاجات دي ما ينفعش يعديها يعني.
The choice of agent is determined by likely etiology according to clinical finding. طبعا انت بتختار according to clinical finding عشان كده حتى investigation لسه النتيجة ما طلعتش. هو يقصد كده برود سبيكترم انتيبيوتيك هو ده اللي بنبتديه, وطبعا بنبتدي الحاجات الكوميرشالي افيلبل, او ممكن اعمل فورتيفايد. هتكلم دلوقتي على يعني ايه دول ثيرابي وايمونو ثيرابي, بس خلينا ايه نعمل. هو بيقولك بقى امتى بعد كده انت هتختار السيلكتيف ايجنت بتاعك اكوردنج للانفستيجيشنز ريزلتس. ماشي فهمتوا؟ يعني هو هنا كانسكي مدي اهميه للانفستيجيشن. التوبيكال استرويد بتاعي استخدم ولا ما استخدمش في كورنيال افكشنز؟ بنستخدم احيانا, شوفوا احيانا الكلمه واضحه, في محاذير وفي ناس ما ينفعش كونترا انديكيشن تستخدم معاهم الفيرولوجي سوري الاسترويد. الاسترويد الفانجاي, الفانجاي نيفر نيفر انك تديله, لانه لو اتحسن في الاول هيديتيريوريت وهيبقى علاجه بعد كده صعب. شوفوا في البكتيريا ممكن ندي, وفي الفيرال ممكن ندي بطرق معينه. بيقول لك لا ما تديش في الهربس سامبلكس لو كانت بس مجرد اكسيريال ألسر, لكن من الهربس سامبلكس هنشوف انتيتيز كتير ان التريتمنت بتاعها استرويد. وفي الكانسيميا احيانا بندي, لكن الفانجاي نيفر 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 نيفر. ماشي نيفر تاني تالت ورابع وخامس وسادس. بعد كده السيستميك اميونو سابريسيف لو انا مش هدي استرويد ممكن اديها, ممكن اديها مع هو يقصد بقى الانفلاميشن نتيجه اوتو اميون ديزيز. هنعرف حالا انه في المارجنال بريفر استيف كراتيتس وفي المورينز ألسرز انا لا احبذ ان انا ادي توبيكال اصلا. ده احيانا بيبقى كونترا انديكيشن التوبيكال عشان يحصل ريابيسلايزيشن وبدخل بالسيستميك بتاعي بس خلاص. بس يعني هنشرحها في التفصيل بعدين. ده مجرد زي سكيلتون كده لموضوع التريتمنت عشان لو نزل لك اي سؤال. ازاي تبروموت الابيثيليال هيلينج بقى لو انت عندك مشكلة في الابيثيليم مش بيهيل؟ هو في الطبيعي الاصل كده العين لو جالك باي حتى كونيا الالسرز جالك في الاستقبال بكونيا الالسر اذا بتدي انتيبيوتيك ولوبريكانت جل, بندي فيسكس ارتفيشال تير لوبريكانت يستحسن تكون برزيرفتف فري, وعند وقت النوم بندي الاوينتمنت زي الكورنر جل والحاجات دي. اوكي طبعا بس ده اللي بقى ده اللي بنعمله. انت بقى تدي الحاجات التانية اللي هو عمال يتكلم عليها كلها دي بقى في الحالات بقى لو عندك لارج ألسرز, عندك ستيم سيل فيليرز, عندك مثلا عيان انت عارف ان عنده مشكلة تانية اصلا فالكورنيا اللي مش هتهيل الابيثيليم مش هتهيل بسهولة, واحد عنده مثلا لاج اوف سالموس, عنده بروبتوزس, عنده سيفن كرينيال نيرف اللي هو فيشن نيرف بولسي, عيان اصلا هو باد هيلر لاي سبب من الاسباب. الباد هيلر دول بيبقوا معروفين ان هو اصلا هيقول لك انا كيلويد هيلر او انا باد هيلر نتيجه فيتامين اي ديفيشنسي او انا باخد مثلا اميونو سابريسيف او استرويد او كده. فكل العيانين كل الناس دي بتبقى عارف ان هم باد هيلر, فدول بقى اللي بتوسع معاهم موضوع البروموشن اوف ابيثيليم هيلينج. او عيان طبعا هو انت بتتابعه في الفيزيت يوم يومين تلاته بس اللي مش بيهيل فساعتها لا هتلجأ للاينز تانية. لكن اللاين الاولانيه ان انا بدي الانتيبيوتيك عادي او سبيسيفيك انتي مايكروبيال ايجنت بتاعي ان كان بقى هو ايه دلوقتي مش هي دي القصه مع اللوبريكانت اللي احنا اتكلمنا عليه. بيقول لك على قد ما تقدر حاول تكتب قطراتك وانت بتعالج الكورنيا بسيرس فري, مع ان ده بيبقى احيانا صعب بس حاول عشان التوكسيك لانه هو بيتقال لك بريزيستنت ابيثيليال ديفكت اول حاجه بعد النون كومبلينس بتاعت البيشنت ان هو يعني مش بيحط قطراته صح. اول حاجه هتتعين فيها نفسك النون كومبلينس, تاني حاجه التوكسيستي بتاعت الميديكيشن, تالت حاجه بقى ان انت تبقى حاطط رونج دايجنوزس او بتدي رونج تريتمنت خلاص. الانتيبيوتيك اوينتمنت برضو احيانا بنوصفه بنحب نوصفه خصوصا بالليل عشان يبقى اندر كفر لو مش هيقدر يصحى بالليل يحط قطراته. وممكن هتلبس باندج كونتاكت لينسز يعني, بس خلي بالك بلاش مع البكتيريال انفكشن, ان انت احيانا بتبقى عايز العين تبقى متهويه علشان الاكسجين والارييشنز دوت في حد ذاته هو هيقتل العين. فانت احنا لما بنحطها بنبقى يعني ما عنديش انفكشن ويكون السبب الابيثيريال ديفكت سبب نون انفكشوس اللي هي بنقول عليه استرايل خلاص. هي طبعا حلوه جدا لانها بروموت الهيلينج انها تمنع كل الفريكشن بتاع الليد اجينست الدينودت كورنيال ابيثيليوم وهتعمل له ريليف للبين, فبالتالي مش هيبقى عنده البليفروس بازم. انت عارف كل ما كان في ابيثيريال ديفكت كل ما كان في بين عنيف, فالعيان طول الوقت عمال ايه يعمل اكسسيف بلينكينج او عنده بليفروس بازم في حد ذاته ده بيعمل نوع من الميكانيكال تروما على
ايبيثيليوم. ولو في شويه اي سمول بيرفوريشن زي ما كنت لسه بقول لكم، السمول بيرفوريشن لو حطيت كونتاكت لينز اصلا هيحصل هيلينج، بس كل ده بروفايدد ذات ما عنديش سوبر انفكشن. ممكن اعمل تابنج للليد وبالليل خلاص عشان امنع الاكسبوجر، او اقفل اعمل بقى سيرجيكال كلوجر للليد عن كذا طريقه، يا اما احقن مثلا في الليفيتور بوتولينيوم فده بنقول عليه انديوس ديتوزيس، يا اما اعمل ترسره فيه خلاص اهو ده التابنج بشريط لاصق كده هو نايم عشان امنع بس الاكسبوجر وبروموت الهيلينج عشان بلاش حركه ال الفريكوانسي دي، يا اما ده هنا تقريبا شكله حاطط له واضح ان هو حاطط له بوتولينيوم اعمل له انديوس ديتوزيس خلاص، يا اما اعمل ترسره فيه بقى اعمل ترسره فيه انا سواء بقى اللي هو تيمبوري غالبا البيرمننت اعمله بقى لو انا شور طبعا ان عيان مثلا سيفن كرينيال نيرف ومعاه ابيثيريال ديفكت او معاه انفلتريت فهعمله، او ميديال كانثوبلاستي الحاجات دي خدناها في الليد او سنترال ترسره فيه. طب كل الحاجات بتاعت الليد مع الكونتاكت لينس والاوينتمنت اللي انا استخدمته ما خفش، اهو ده عيان حاطط كونتاكت لينس اهي باينه هنا اهو عنده واضح انه بريفرال سيننج، يمكن حتى فيه هنا ديسماتوسيل في البريفري وادي الكونتاكت لينس خلاص دي سترايل، يعني بص ده ده اللي بنقول عليها بريفرا استف كيراتايتس سترايل كيراتايتس مش انفكشوس فلبسه عادي كونتاكت لينس. طيب الابيثيليا كل ده ما خفش وعندي مشكله بقى خلاص، يبقى انا اتصرف في حاجه اغطي الكورنيا الابيثيليم. بصوا بقى يا اما اغطيه الكورنيا الابيثيليال ديفكت ده، يا اما اغطيه بتشو ادهيزف، والتشو ادهيزف دي ممكن احطها دايركت او احطها على دراب او احطها مع كونتاكت لينس خلاص. تعالوا شوفوا منظر التشو ادهيزف، هي بتبقى الريجولار سيرفيس ووحش كده اهو، وحاطط اهو دوت تشو جلو وعلى عليه باندج كونتاكت لينس في الاي، في هنا سيفير سيننج عندما يحصل بقى الهيلينج وبيبرموت الهيلينج. يا اما انا اعمل امنيوتك ميمبرين جرافت، وكلكم عارفين يعني ايه امنيوتك ميمبرين جرافت، يا اما لو واحد عنده ليمبال سيل ترانسبلانتيشن اعمل له ستيم سيل ترانسبلانتيشن، دي لها طرق كتير، يا اما اجيبها من نفس العين قصدي من العين الثانيه لو كانت العين الثانيه كويسه فدي اسمها اوتو جرافت، يا اما اجيبها من اجيبها من دونر، والدونر ده ممكن يبقى كاديفر او ليفنج وده بقى الوجرافت، وممكن انهانسمنت البروفيشن بتاع الستيم سيلز، يعني ايه انا جايبه حته كونجكتيفا صغيره او كونجكتيفا ليمبل بمعنى ادق، خلينا ده التعبير الادق كونجكتيفا ليمبل، يعني لازم الكونجكتيف تبقى واصله للليمبس عشان يبقى فيها الفوجد اوف بليسيتس اللي فيها ستيم سيلز، فدي حته صغيره فالستيم سيلز اللي فيها قليله، لو انا عندي مثلا في العين دي اللي فيها ابيثيليال ديفكت دي نتيجه ستيم سيل فيلير عالي جدا، فساعتها انا عايزه اعمل بروفريشن ستيم سيلز فاعمل لها كالتيفيشن ان فيترو، وبعد الكالتيفيشن ارجع اري امبلانت ات، فانا كده عملت ايه مور بروفريشن للستيم سيلز. وممكن خلاص ده دي قصه الستيم سيلز. ممكن في حاجه كانوا بيعملوها زمان بكثره ان هم كانوا بيعملوا حاجه اسمها بيتيكل فلاب، يجيب من الكونجكتيفا بالبلاد فيزلز بتاعتها يعمل لها اندر مايننج ويحررها كده ويجيبها يخيطها، دي جرافت، دي طبعا ايزوليتد جرافت مش فلاب دي امنيوتيك، لكن اللي هي الكونجكتيفا فلاب دي كان اسمها حتى جاندرزرون فلاب، ده اكتو ان هو كان بيقفل كل كورنيال سيرفيس احيانا، طبعا بتبقى تيمبوري ميجرز عندما يحصل كومبليت هيلينج للابيثيليوم وبيرجع يفك الكونجكتيفا تاني ما بيسيبوهوش كده. قلنا طبعا الامنيوتيك باتش جرافتنج الامنيوتيك ميمبرين، ودلوقتي الامنيوتيك ميمبرين بقى يغني عن اللاميلر في الديسماتوسيل بقى يغني عن اللاميلر جرافت، ان هما دلوقتي عملوا حاجه اسمها ساندويتش امنيوتيك ميمبرين، بيجيب الامنيوتيك ميمبرين ويطبقوا لاير اللاير 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 ويروح جاي حاطه مالتي لايرد، بيقولوا ان هو كده كما لو كان عمل بقى الفول سيكنس ديفكت دوت حل القصه. برضو من الحاجات اللي بنقول للعيان بطلها السموكينج، السموكينج من الحاجات اللي بنقول العيان بطلها. هنبتدي اول حاجه طبعا لو جالي خلاص احنا كده اتفقنا، لو جالي انفلتريتيف كيراتايتس او لو جالي اي انفلتريشن في الكورنيا هسال نفسي الاول هو دوت انفكشوس ولا سترايل، وقلنا ايه الكي هنا وايه الكي هنا. بعد كده بقى هاجي الهايبوبيون ألسرز او الانفكتيف كيراتايتس بمعنى اصح، لها ديفرنشال دايجنوزس على راسهم البكتيريال، وبعد كده بقى عندي طبعا الفانجل الاكانسميبا واخر حاجه الفيرال، وفي حاجات اتيبيكال هناخدها خصوصا اللي طلعت بعد البوست ليزك وبوست كيراتوبلاستي، لكن دول الحاجات اللي هو الكومن. يعني هنبتدي بالبكتيريا الكيراتايتس الاول،
البكتيريا كيراتايتس عشان تحصل في الكورنيا لازم يكون حصل كومبرومايز مينت للكورنيال سيرفيس. مش سهل ان البكتيريا العاديه اللي ممكن تعملي كونجكتيفايتس مثلا او تبقى فلورا عندي عايشه في جسمي انها تنفيد الكورنيا الا لو حصل ديستراكشن للابيثيليال او الاوكلر سيرفيس، ما عدا انواع معينه من البكتيريا كان انفيد النورمال كورنيا اللي هي ايه، مجموعه النيسيريا يا جماعه، النيسيريا جونوريا والنيسيريا مينينجايتس. لحسن الحظ الحمد لله ان هم قالوا الى حد ما، وكرايم بكتيريا ديفتيريا الحمد لله ما عدناش بنشوفها، والهيموفيلس انفلونزا وبقى لها تطعيم. فالحمد لله برضو ان الحاجات دي، يعني احنا بنتكلم ان ايجيبت وايز وحتى وورلد وايز طبعا، بس بالنسبه للدول العالم المتقدمه خلاص الحاجات دي لحد ما شبه اختفت. مجموعه النيسيريا مع الدفتيريا مع الجونوريا موجوده طبعا، والمنينجوكوك ساعات بتيجي مندمج زي ما قلنا، لكن برضو هم قالوا كتير ما عادوش ايه زي زمان. والهيموفيلس انفلونزا دول البنتريت طبعا مع سيفير كونجكتيفايتس بتقلق منه، عشان كده حتى بياخدوا لهم سيستميك امبليكيشن وهكذا. طيب الانفكشن الثانيه بقى اللي هتحصل معايا اللي هي البكتيريا كيراتايتس العاديه، لا ده بيبقى لازم فيه حصل ريسك فاكتورز، يعني حصل كومبرومايزمنت للاوكلر سيرفيس او الابيثيليوم بتاع الكورنيا نتيجه اسباب كتيره على راسهم التروما والكونتاكت لينس والاوكلر سيرفيس ديزيز خلاص، وشويه حاجات سيستميك زي الناس الديابيتك السيستميك امينو سابريشن والفيتامين اي ديفيشنسي. يعني انا عايزه قبل ما اتكلم على الباثوجينز اللي هقول ايه اللي خلى البكتيريا العاديه، اللي خلى البكتيريا العاديه تدخل الكورنيا بتاعتي، اللي خلى البكتيريا العاديه تدخل الكورنيا بتاعتي الريسك فاكتور ده يا جماعه الكونتاكت لينز. الكونتاكت لينز خصوصا الاكستندد او اللي ما فيش هايجينيك كويس، الكونتاكت لينز بقى تعمل يعني هي تعمل كومبرومايز منت للابيثيليوم عن كذا طريق، عن طريق ان هي في حد ذاتها تروماتيك او هايبوكسيك، او حتى هي ممكن يكون ادرنت على اللينز سيرفيس بتاعها في بكتيريا خلاص. خلي بالكم ان الكومبليكيشن بتاعه الانفكشنز والحاجات دي اكتر مع السوفت مش مع الار جي بي والهارد خلاص. الانفكشنز لا علاقه بالهيجين اكتر ولا علاقه بالماتيريال والكير، وانه يعني هي بتيجي في الناس اللو ستاندرد اللي بيستخدموا كونتاكت لينز، لكن لو انت ماشي بالهيجينيك ماتيريال بتاعتها ولابس فاتد يعني او خلينا نقول الكوركت فيتد كونتاكت لينس بتاعتك اللي هي مش عامله تايتنس مش عامله هايبوكسيا مش عامله ومش عامله اتس اوكي، يعني ناس كتير عايشه بيها. التروما طبعا التروما كنا بنتكلم على ايه، التروما طبعا سواء انها تعمل ألسرز وبعد كده يحصل بكتيريال انفكشن، او التروما بتاعت البلانت اوريجين اللي هي بتاعت الفانجل انفكشنز اللي انت هتشك في الفانجل انفكشنز. وفي بقى الريفراكتيف سيرجي اعتبروها تروما دلوقتي، البوست ليزك طبعا بوست ليزك مشهور جدا بحاجه اسمها اتيبيكال مايكوبكتيريا او يجي فيه بكتيريال انفكشن عاديه، بيجي برضو فيه سودومونس وبتيجي فيه الاستاف وبيجي فيه الفانجل عادي، لكن في حاجات سبيسيفيك بوست ليزك كده اللي هم لقوها الاتيبيكال مايكوبكتيريا. اي اوكلر سيرفيس ديزيز لان ده بيعمل بما ان اوكلر سيرفيس يبقى هيبقى عامل دي نودد ابيثيليوم، فمعنى كده هيسهل ان البكتيريا بتاعتي تنفيد الابيثيليوم بتاع الكورنيا. على اشهرهم الهرباتيك كيراتايتس، الله مش الهرباتيك انت لسه بتقولي دلوقتي ان هي من الديفرنشال دايجنوزس بتاع البايوجينيك كيراتايتس، ايوه ماشي هي كده، لكن هي في حد ذاتها بتعمل دي نودد ابيثيليوم نتيجه النيوروتروفيك النيوروتروفيك كيراتوباسي اللي هي بتقلل السنسيشن، يعني اول اتاك هتبقى هيربس بعد كده لا، فغالبا بيجي بعد كده ان هو لو ما حصلش ري اكتيفيشن للهربيتك كيراتايتس بيحصل البكتيريا انفكشن عشان دي نودد ايبيثيليوم. فهي هربيتك كيراتايتس اصلا صنفت دلوقتي حاليا على انها اوكلر سيرفيس ديزيز، لان وانس انها حصلت هي ما بتروحش خالص، هي بتدنها مستخبيه في النيرف اندكس وبتعمل عمايلها. البولس كيراتوباسي طبعا لانه ده عنده ابيثيليال ايديما، عين بولس كراتوبس اي كان سببه بقى سبب فخس او سببه مثلا اي او ال سودوفيكك يعني او افيكك، ده عنده ابيثيليال ايديما عامله فيزيكال طول النهار ترابشر واحده ترابشر وواحده تتكون واحده ترابشر واحده تتكون، فعنده ابيثيليال ديفكت على طول. كل بتوع كمان اللي هم الكرونيك بليفرايتس والتريكيزس والدراي اي والانتروبين والاكسبوجر، وحتى اللي بيجي لهم الكرنت كورنيال ايروجن والكورنيال انستيزيا اللي لسه بنقول عليها اللي هي اسمها نيوروتروفيك، سواء كان سببها مشكله في الترايجيمينال نيرف او سببها مثلا الهربس او في اسباب تانية هنقولها بعد كده. السيفير الرجيك خلاص لانه طول ده عنده بانكيتيت ابيثيليال اوريجين طبيعي فبينهانس السكندري بكتيريان انفكشن. اذر فاكتور بقى عيان اميونو كومبرومايزد او عيان دايابيتس او عيان فيتامين اي ديفيشنسي برده عشان الابيثيليال لوس اللي بيحصل عنده خلاص.
طبعاً. طيب إيه بقى البكتيريا اللي ممكن تدخل عندي؟ البكتيريا اللي ممكن تدخل عندي أول حاجة هي أشهرهم اللي بخاف منها السودوموناس أرجينوزا، دي جرام نيجاتيف روت، احفظوا الاسم دوت، سودوموناس أرجينوزا ده جرام نيجاتيف روت، يبقى هي روت. فلما عملوا الإنفيفو فوكال اللي هو الإنفيفو كونفوكال مايكروسكوبي دوت، قدروا يشوفوها لها سيست، لها سيست، وقدروا يشوفوا الروتز بتاعتها وفي الاستروما، ولقوها دبل وولد سيست حتى بتاعتها. هي على فكره مشكلتها ان فيري اجريسيف، وممكن تيجي مع كونتاكت لينس ويرر، بتيجي بوست انفكشن، بوست ليزك، بتيجي في يعني اي حاجه. خلاص بيتقال انها كومنسلز اصلا في في التراكت، جرام نيجاتيف يعني مش هتاخد الستيم بتاعت الجرام خلاص. بس الستاف طبعا دي جرام بوزيتيف، الكواجليز بوزيتيف، كومنسلز في موجوده في النيرز يعني فتحات المناخير والسكين والكونجكتيفا، والكراتيتس اللي بتحصل بتبقى غالبا فوكال وفيرلي ويل ديفايند وايت انفلتريت. ماشي، هتعرفها ان هي الساينز بتاعتها اقل هدوءا او سوري اقل عنفا من السودوموناس ارجينوز. الستريبت عنيفه زي السودوموناس طبعا، ستريبت بايوجينز، وفي ستريبت نيموني اللي بنقول عليها نيموكوكس، الاثنين جرام بوزيتيف يا جماعه. الستريبت بايوجينز اقل في العنف، لكن نيموكوكس عنيفه، وهي اصلا نورمال انهابيتنت عندنا في الريسبيراتوري تراكت. وحتى بيتقال الانفكشن هي اوفن اجريسيف، يعني عندي السودوموناس مع النيموكوكاي هما الاجريسيف. كان في حاجه كده بتقول ان وورلد وايد المفروض ان النيموكوكس هي الموست كومن بتاع البكتيريال انفكشن، بتاع البكتيريال كراتيتس. يعني اي عيان كورنيا هو ريد اي خلاص، واشهر شكوى للكورنيا طبعا هي البين، الفوتوفوبيا، البلورد فيجن، والديستشارج. العيان ده ايه الساينز اللي هشوفها فيه بتاع البكتيريا ده؟ اول حاجه ان هو طبعا هلاقي انفلتريشن. بص ما تركزي قوي مع الابيثيريال ديفكت قد ما هو مش تروماتيك السرز، ولا عيان جاي لك برايش، ده عيان جاي بانفكشنز. فانفكشن تعني ايه؟ انفلتريشن للسيلز خلاص، انفلتريشن للسيلز ده اكيوت انفلاميشنز، انفلتريشن للسيلولر اليمنت. فانت هتشوف ابيثيريال ديفكت وكل حاجه، لكن دايما عندك انفلتريشن حوالين الديفكت ده، يبقى الانفلتريشن هو لارجر ذان ذا ديفكت خلاص. وعندك ايه بقى؟ السيلري انجكشن. يبقى تلات حاجات هتشوف انفلتريشن، انفلتريشن في الاول ممكن يبقى بريفرال، ممكن يبقى سنترال انفولفنج، ممكن يبقى سمول زي كده، ممكن يبقى لارج، ومعاك طبعا الابيثيريال ديفكت الاوفر ايت. وساعات تلاقي انفلتريشن كبير وفي الاخر حته الابيثيريال ديفكت صغيره كده، ده عادي، ده هو ده الطبيعي فعلا، لان هي اصلا الابيثيريال ديفكت بيبقى دايما اصغر من الانفلتريشن، ما بيبقاش الاثنين ماشيين مع بعض. ماشيين مع بعض دي حاجات معينه بنقال عليها شرب بوردر ألترز، ودي اعتقد مش موجوده الا في السيفلس وكذا حاجه، لكن مش في الطبيعي ان احنا في الكورنيا نلاقي موضوع ان الابيثيليوم ديفكت يبقى ماشي مع الانفلتريشن. الطبيعي ان الانفلتريشن اوسع من الابيثيليال ديفكت. اوكي، وقلنا طبعا السيلري انجكشن بقى هتلاقي طبعا حواليه برضو حوالين دوت في عندك بقى استروما القديمه، تلاقي كده سيكنس زيد، ممكن استرايد كيراتوباسي فولدس في الديسمس ممبرين. تبص بقى على الانتيريور تشامبر، مش شرط تلاقي في الاول هايبوبيون، لكن ممكن تلاقي بعد كده الهايبوبيون، ومش مش شرط برضو يبقى فرانكي كده، ده ممكن يبقى مينيمال قليل جدا ومش متلاحظ من الاول. خلي بالك ياما كان الهايبوبيون يبقى سليت يعني سمول اماونت، والسيلري انجكشن مغطي عليه كده وانت مش واخد بالك ومش مركز معي. فركز على اي هايبوبيون. الهايبوبيون هنا الانتيريور ليفل بتاعه زي البوستيريور ليفل، يعني هو مرسوم مفيش حته اعلى من حته، ولا مرسوم كده ستريت هوريزونتال لاين. ولو انا عيان ميل على جنبه هيميل معاه، ده بتاع البكتيريا، خلي بالكم الكلام دوت. والانفلتريشنز زي ما قلنا سيل ديفكت اقل من الانفلتريشن، ومعايا استروما القديمه وسترايت كيراتوباسي واضح هنا. والكلر ده بنتكلم على ان احنا هايبوبيون التر، يا وايتش يا احيانا برضو يبقى يلوش او يلو وايت، هو التعبير الادق، لانها كل ما كانت وايتش قوي كل ما كانت تورتس الفانجل، ولا انه مش شرط يعني ممكن يبقوا يشبهوا بعض خصوصا الكانديدا يعني. طبعا الليد زي ما الكونجكتيف حصل فيها سيلير انجكشن، اصلا انت بتعرف الساينز بتاعت الانفكشن. يعني احيانا ايه خصوصا في البوست كاتراكت سيرجري نعرف الاندوفثالمايتس من شكل العين وهو داخل علينا، مش شرط ان انا اقعد افحص واشوف الهايبوبيون وكده. وانت لقيت العين وارمه حواليه ايليد اديما
والانفلاميشن بتاع الليد دوت والتوزس والكيموزس ده خلاص ببقى عارفه فعلا ان في انفكشن جوه. طبعا البكتيريا هتقعد انفلتريت وديستراكت اب تو ان هي توصل للدولاير وتعمل اللي هو الديسماتوسيل بتاع الانفكشوس كراتيتس, ودي اكتر بكتيريا هتعمل كل البكتيريا هتعمل في مرحلة ما ديسماتوسيل. ممكن تبرفوريت, ممكن تبرفوريت. مين بقى البرفوريت؟ هو ستودومونس. بصوا في كتب الباثولوجي بتكتب في حاجات اسمها مش عارفه تيبيكال هايبوبيون ألسر واتيبيكال هايبوبيون ألسر, ويقول لك التيبيكال اصله بيبرفوريت فما بيعملش ديسماتوسيل, والحاجات التانية هي اللي بتعمل ديسماتوسيل. هو ده عند الكلام اللي في الباثولوجي ساعات بيبقى مختلف شويه عن كانسكي عن كلينيكال, ده مش هيفرق معاك قوي لانهم مثلا بيتكلموا عن نيموكوكاي ان هي بتاعت التيبيكال, مش بيتكلموا على السودومونس, بينما كانسكي كل انتيتي مديها للسودومونس خلاص. هي ممكن يكون لها علاقه بالجيوغرافيكال ديستريبيوشن اللي الاوثر بتاع الكتاب كتبه, يعني فاهم قصدي, يعني مؤلف في افريقيا زي مؤلف في اوروبا اكيد, يعني ده هيفوكس على حاجات وده هيفوكس على حاجات, بس في النهايه المعلومه هي واحده. اختلاف كتابتها او طريقه عرضها مش معنى كده ان هي معلومه مختلفه, عشان ما يبقاش حد هيزيتيتنج يعني. طبعا خلاص يبقى احنا قلنا السودومونس هي المشهورة بالبرفوريشن, واني طبعا الكتب الباثولوجي بتكتب برضو ان نيموكوكاي مشهورة برضو بالبرفوريشن. ممكن يحصل طبعا اسبريد للسكليرة برضو ويحصل سكليرايتس, وطبعا لو حصل برفوريشن يبقى خلاص البكتيريا دخلت لجوه. كون البكتيريا دخلت لجوه هتقولي طب ما انت في الاول ممكن يغير برفوريشن فيه هايبوبيون. لا الهايبوبيون معلش خلي بالكو الهايبوبيون دوت يا جماعة ما هو إلا inflammatory exudate, protein rich exudate مع inflammatory cells, ده reaction, مش معنى كده ان هو containing البكتيريا. كون حصل perforation والبكتيريا دخلت جوه هو ده الendophthalmitis. يبقى الهايبوبيون في الأول بيبقى sterile, بعد كده ما بيبقاش sterile لو حصل perforation. طب الimprovement لو أول حاجة تعرفك ان العين ده بيimprove, ولو بقى خلاص انت اديته treatment بتاعك وكده الimprovement ده أول حاجة, مش الvascularization والكلام ده, لا الستاينز بتاعت الليد فعلا لما يبتدي يهدى والإديمة تخف هتعرف ان عينك بدأ يخف. فالimprovement انت بتفقسه بان reduction في الايليد إديمة والكيموزس, بعد كده تلاقي كل ما تشوف الابيسيلال defect بيقل, بعد كده الانفلتريشن تقل, وبعد كده الانتيريو تشامبر اخر حاجه بتختفي. اللي يحصل بقى الهيلينج اللي هيحصل هنا طبعا المنظر ده اكيد مش هيخف بكلير كورنيا, هيخف بسكارد كورنيا, كورنيا الاوباستي طبعا قد تاخيره مع فاسكولاريزيشن اللي جابت له الانتي باديز من البلاد, فهو ده المنظر بتاع الهيلينج بتاع المنظر ده خلاص. لكن لو لسه صغير في الاول ده دول بيخف ويسيب كلير كورنيا او سمول اوباستي طبعا مش كلير لان هو البومنز وانس ديستراكتد خلاص مش بيريجنريت, بس ممكن يسيب حاجات خفيفه اللي هي زي النيبولا وشويه جوست فيزلز هنا وكده. لكن ده طبعا المنظر ده لو خف يعني وربنا كرمه وخف هيسيب الفاسكولاريزيشن والسكارينج والاوباسيفيكيشنز والريجولر, وطبعا بقت الريجولر كورنيا ودي قصتها قصه تانية يعني. طبعا لو لقيت لو انت بتبص على عيان ولاحظت انه عنده ريديوست كورنيا سنسيشن تعرفها ازاي, بتيجي بقطنه من ورا كده, او انت حتى وانت بتصبغه بالفلورستين نسيت تحط انستيزيا وحطيت البيبر بتاعه الفلورستين ولمست الكورنيا والعيان ما ادكش الرياكشن بتاع ان هو حاسس ما عملش السبازم اللي هو الترايجينال ريفلكس, هتعرف على طول ان هو عنده انستيزيا خلاص, او اللي هي الطريقه اللي احنا عارفينها ان هي تيجي قطنه من ورا العيان ما يشوفهاش وتحاول تتاتش الكورنيال سيرفيس وتشوف هيعمل بليفروس بازم ولا لا, ما عملهوش يبقى ده كورنيال سنسيشن قليل عنده. في طبعا اجهزه اسمها اسيسيو اعتقد اسيسيو كراتوميترز بتقيس الكورنيال انستيزيا, بس هنتكلم احنا على الطرق اللي هي الكلينيكال بتاعتنا. لو لقيت كده طبعا هتحط ديفرنشال دايجنوزس لموضوع اللوس اوف انستيزيا ان هو غالبا ده عيان نيوروتروفيك لاي سبب من الاسباب او عنده كرونيك اوكولار ديزيز او دي هيربيتك وحصل اون توب بكتيريا او هي هيربيتك من الاول وانت مشخص العيان غلط او العيان اللي برضه
برضو ما انت العين لو داك في الهيستوري ان هو لونج تيرم، بس لازم يبقى لونج تيرم مش لابس مره كونتاكت لينس وير، غالبا بيحصل برضو. وبرضو عيانين البوست ليزك ما بيبقوا برضو عندهم هايبوسيزيا، فكل دول كلهم لوس اوف كورنيال سنسيتيفيتي. الاي او بي خلي بالك منه، لان الاي او بي ممكن يبقى عالي، ولو عالي ده يخليك برضو تشك في الدياجنوزس بتاعك، لان هنعرف بعد كده ان الهربيتك من الحاجات اللي بتعمل حاجه اسمها هاي اي او بي. خلاص الديفرنشال دياجنوزس طبعا الاذر اورجانيزم خلي بالك منها، هي الفانجاي والاكانثاميبا والهربس سيمبلكس الاسترومال بيشبه المنظر دوت الى حد ما، والمايكوبكتيريا طبعا. بيقولك بقى الحاجات الاسترايل انفلاماتوري المارجنال كراتيتس والحاجات الكونتاكت لينس والبريف اصل في كراتيتس والتوكسيك كراتيتس، ده كله اتكلمنا عليه. الانفستيجيشن بقى، الانفستيجيشن دي مهمه بالنسبه للناس اللي شغاله في تيرشري كورنيال سنترز، وبالنسبه للناس اللي بتحترم الجايد لاينز، لكن يعني كلينيكال معانا احنا في مستشفياتنا وير يعني بنعملها، بس لما بنكون حاله عنيفه او في اقسام بتبقى عندهم اصلا كورنيال يونت، في ناس ما بترضاش تحجز حالات الكورنيال انفكشن، وفي ناس بتحجز في يعني الكورنيال. طبعا هو ايه، او انت هتاخد انت عايز تعرف النوع الاورجانيزم اللي عندك، فكر كده هتاخده منين، هتاخده من الفورنيكس زي الكونجكتيفال سواب ولا تاخده من الكورنيا؟ لا من الكورنيا اكيد، مش هتاخده من الكونجكتيفال. الكونجكتيفال ممكن اخد منها. طيب العين لو كان كونتاكت لينس ويرر يبقى خلينا نحط فريم، انا عايز اعرف الاورجانيزم هعرفه من اول حاجه من الكورنيال سكريبنج، بس ممكن اخد الكونجكتيفال سواب كسوبر اد بس او ري انفورسمنت للدياجنوستس بتاعي. العيان لو كان اداني هيستوري اوف كونتاكت لينس وير معلش هاخد منه الكونتاكت لينس دي وابعتها برضو لبتاع المايكروبيولوجي، يبقى دوت الحاجه اللي اماكن اللي هاخد منها العينات. يبقى انا هاخد عينتي منين؟ كونيال سكريبنج والكونتاكت لينس والكونجكتيفال سواب. خلي بالك الكونجكتيفا واقول سواب لان انا باخدها بسواب فعلا اللي هي اللي تشبه عود القطن بتاع الودان كده بتبقى طويله، وبناخدها من انفيرو فورنكس. اما السكريبنج ده ليه طريقه، ده انا اعمله يا اما بسن سرنج يا اما بظهر مشرط يا اما في اله للموضوع ده. السكريبنج ممكن اخده من مكان واحد واعمل كل تحاليلي في حاجه واحده، ودي طريقه حديثه قوي، يا اما انا محتاجه مالتيبل سكريبنج ميثود علشان في شويه احطهم على كالتشر ميديا، وفي شويه اعمل لهم على ستين، وفي شويه عايزه ابص عليهم تحت الميكروسكوب او اللامانع، يعني فاهمين قصدي. اللي بياخدها من مكان واحد دي بنقول عليها وان سكراب ميثود، ودي بيزرعها على حاجه اسمها برين هارت انفيوجن، يعني هو ده نوع من الاورجانز كالتشرز اللي عارفين زي الكالتشرز الاورجان كالتشرز اللي بيحفظوا فيه الكورنيال كرافت، هو ده زيه بالظبط، نفس يعني نفس الفكره اللي هي اورجان كالتشرز اللي بتطلع اللي بتفقس كل حاجه بقى، مش هجيب بقى خمس ست اطباق واحط عليهم الكالتشر بتاعتي، عايزه واحد للفنجر فاحط سبارو، عايزه واحد مش عارفه للفيرال فاحط مش عارفه ايه. دي طريقه تقليديه ورخيصه. الطريقه الغاليه هي عينه واحده وازرعها في حاجه واحده. خلاص خلينا بقى في الطريقه الرخيصه لان هي دي كلاسيك تيتشنج شويه، ان انا الاول بحط انستيزيا قبل ما اخد السكريبنج. خلاص طب الحمد لله ان كانس قايل ان هي نوت ريكوايرد فور سبول انفلتريت بارتيكولي وان ويزاوت ابيثيليال ديفكت اند اوي فروم فيجوال اكسس، يعني هو بيقول نون سنترال سمول انفلتريت اللي هي بعد كده عارف ان انا بعالجها بنوع واحد من القطرات وما عندهاش ابيثيليال ديفكت، او حتى لو عندها ابيثيليال ديفكت صغير مش شرط، بيقول لك ما تاخدش منها يعني عالجها وخلاص على اساس انها تخف. هو ده فعلا ده اللي بيحصل حقيقي، احنا لما تبقى لارج وكبيره وتخوفنا وما عنديش كي بوينت او كي بوينت دايجنوزس للحاله بنعمل فعلا السواب والسكراب، بس بنعملها بالطريقه البلدي شويه. طبعا هو بيحط انستيزيا توبيكال، بيحطها بريزرفتيف فري، بيقول لك خلي بالك ان البريزرفتيف بيلور البكتيريال فيابيليتي فور ذا كلتشر. وعايز اقول لكم بقى حاجه كمان، البريزرفتيف مور توكسيك للابيسيليم فبينهانس البنتريشن، طب انهانس البنتريشن بتاع البكتيريا، فبلاش الحاجات اللي فيها بريزرفتيف على قد ما تقدر يعني. بيحط دروبس، يعني مش عارف البريزرفتيف بري لوكال انستيزيا فين عندنا في مصر صراحه، بس هو كاتب البروكسي ميتاكاكين، احنا طبعا ما عندناش الا البينوكس. بيحطها طبعا او تتراكين، ومحدش طبعا بيستخدم التتراكين حاليا، ده اللي بيقول لك لبكتيريوستاتيك افكت. ماشي هيجي بظهر المشرط اهو ديسبوزابل سكالب البليد نمبر 11 خلاص، ويروح جاي بظهره سكرابنج تيكن ويز ات، او يجي بقى
ببنتتين بنت تب اوف لارجر دايامترز، يعني ابره سرنجه 21 اللي هي السرنجه الخامسه يا جماعه او العشره، هي بيبقى مقاسها 20 او 21، بيجيب التب بتاعتها ويروح جاي تانيها بس خلاص عشان ما يخرمش الكورنيا، ويروح جاي واخد. وفي بقى حاجه تانية اسمها كيمورا سباتولا، دي حاجه مخصوص بياخدوا بيها الحاجات دي. يجي ياخد منين بقى؟ هيجي عند الالسر صح؟ طيب لما يجي عند الالسر ياخد بن يعني هياخد منين؟ هياخد عينه من البيز خلاص، اكسبت لو كان فيري سين، يعني انا لو عندي دسماتوسيل لا، عشان ما تعملش انت البرفوريشن، كفى الله المؤمنين شر القتال. وياخدها تاني من عند المارجن، يبقى ياخد عينه من هنا وعينه من هنا. بيقول لك لو عندك ميوكس على النكروتيك تيشو ده ريموف ات الاول، اوعى تروح تاخد عينه الميوكس وتقول انا خدت عينه الكورنيا وتطلع. انت بتاخد عينه، بتاخد انت بتعمل معنى اصح كيوريتاج للستروما بتاعت الكورنيا، يعني انت بتاخد كورنيا تيشو حقيقي، فما تاخدليش دبرس من على سطح الكورنيا وتقولي انا خدت العينه خلاص. فركزوا في الحاجات دي. بتاخد بقى عندك الجلاس اللي هما الجلاس بليتس اللي بيدوها لك بتوع الميكروبيولوجي، بتاخد العينه عليها، سواء بقى هتستخدم الوان ميثود سكرابينج او التو ميثود سكرابينج. وتقريبا بيعلموا حاجه كده، بيقول لك السيرفيس اللي هو اللي عليه السلايدز ده اسمه كونفنشنالي اب، يعني انت لما بتحط العينه بتاعتك بتحطها على نهايه السلايد، مش بتحطها في السنتر، وغالبا بتحطها في الحته الاب عشان او ناحيتها بنسل ليبلنج، عشان يبقى بتاع الميكروبيولوجي عارف انت حاطط السامبل بتاعتك فين. بتسيبها تدراي عادي في الاير بتاع الروم تمبريتشرز لمده دقايق، وبعد كده توديها في تحطها في العلبه بتاعت الكارير بتاعها. انت بتعمل كذا سكريبنج، واحده دي الجرام ستين كان وصفها، وقال بعد كده في بقى الكالتشر ميديا. بتعمل كالتشرز، بتعمل كالتشر في ايه؟ بتعمل اهو العينات اللي عندك، غالبا انت بيكفيك البلاد والتشوكلت، لو شاكك طبعا في فانجل هتودي على السبارو، ممكن بقى ساير مارتن، في حاجات كتير يعني، مثلا جونوريا بتبقى ساير مارتن، لكن انت كفايه البلاد والتشوكلت. لو انا روبز بقى زي الاتيبيكال مايكوباكتيريا دي بتطلع على حاجات تانية، اعتقد بتطلع على حاجة اسمها سايو اجلونيت كالتشرز، مش عارفة كانسكي كتبها هنا ولا لا. anyway ده بقى دي طريقة السكرابينج، ادي المشرط وهو بيعمل بيه، وادي طبعا ده الشوكولات ودي البلاد، دي الكولونيز بتاعت الستاف اوريس على البلد اللي هي مشهوره بالجولدن كولونيز، خلاص، وشايني سيرفيس انها بتلمع كده تحسها زي قطرات الذهب. ودي هنا على الشوكليت اجار النسائي الجنوريه بتطلع على الشوكليت او ستايل مارتن. خلاص. بعد كده لو انت هتودي اللي هي اسمها سيم الوان سكرابينج دي، اللي هو الهارت برين انفيوجن دوت، بيطلع لك كل النتائج. بيقول لك هو انت لو انت حاطط انتي بايوتك، لو انت حاطط انتي بايوتك وعايز تاخد سكريبنج، الصح انك تاخد بعد الانتي بايوتك. لو انت افرض ابتديت التريتمنت ومش عايز توقفه وشاكك في الدياجنوزس بتاعك مثلا، او الكومبلينس او سوري او الريسبونس بتاعك بتاع العين مش قوي للدرجه اللي مريحك، قالك وقف الانتي بايوتيك بس 12 ساعه، يعني 12 ساعه خلاص، وخد العينه بتاعتك، وبعد كده رجعه تاني لعند ما تبتدي البتاع. طبعا الكونجكتيفال سواب دي الطريقه المعروفه برضو هتزرعها، لربما ده عشان ري انفورس يور دايجنوزس، او توريك اورجانيزم تاني مش باين فيه الكورنيال سكرابينج، او لو الكورنيال سكرابينج في حد ذاتها طلعت نيجاتيف، فممكن يكون الستيلر انفلتريشن عنيف في الكورنيا لدرجه انه خلاص مخبي لك مخبي البكتيريا، بس البكتيريا هتلاقيها موجوده في الكونجكتيفال فورنكس، فخد سواب برضو من هناك. الكونتاكت لينس طبعا ده لازم تتزرع، وهي يمكن هي لو هو طبعا ويرر ليها. بتعمل بقى جرام ستيننج الاول حاجه طبعا قبل الكالشر، بتعمل جرام ستيننج، عايز يقول لك اللي هتاخد الجرام بوزيتيف، الجرام بوزيتيف اللي هي بقى لونها فايوليت، هي اللي هتاخد الجرام هي كريستالز لونها فايوليت،
يشبه كده لون البيزوفيليك في الصبغات الهيباتوكسين واليوسين، بس دي اسمها جريم. والنيجاتيف هتبقى لونها الداي ووشت، فهتبقى لونها ريد، فكما لو كانت ايزينوفيل في الهيماتوكسين والايوسين. بس يعني هو رجع يقول لك في ستينز تانية ممكن نستخدمها، بس مش هستخدمها في الاول. هو طبعا عامل جداول موضوع الميديا وموضوع الستينز، احنا هنقراهم مع بعض عشان هم مهمين في الام سي كيوز بيجوا. طبعا بعد لو طلع الكالتشر والسنسيتيفيتي ريبورت بتاعك تتصرف ازاي؟ بص، لو انت بدات انتي بايوتيك والعيان جايب معاك ريسبونس وشايف ان الريسبونس كويس وقوي والكالتشر والسنسيتيفيتي اداتك نتيجه مختلفه عن انتي بايوتيك اللي انت بتستخدمه، لا لو سمحت ما توقفوش. لو لا مش جايب معاك نتيجه والكالتشر والسنسيتيفيتي اداتك نتيجه مختلفه، وقف وامشي تبع الكالتشر والسنسيتيفيتي. لو طبعا انت مدي انتي بايوتيك وجايب معاك نتيجه والكالتشر والسنسيتيفيتي طلعت لك نفس النتيجه، فكده كويس انت من الاول ككلينيشن انت شخصت صح زي الكالشر والسنسيتيفيتي. فانت بتقيم يعني ايه، انت مش بتاخد بالكالشر والسنسيتيفيتي لوحدها، لازم الكلينيكال ريسبونس بتاع العيان بتشوفه قد ايه ماشي وقد ايه انت هتقدر تشفت الدراج تاني ولا مش هتشفت. هنا الكالتشر ميديا بتاعت تكون السكرابينج، الجداول دي قلنا زي ما قلنا مفيده في الام سي كيو. هو البلاد اجار ده هو اشهر طبعا ميديا بتاعتنا، مش مهم هو ايه جواه، بس عايزين نعرف ان كل البكتيريا بتجمع على البلاد اجار ما عدا ثلاثه مشهورين اللي هم النيسيريا جونوريا اللي سائلين الشوكليت او ساير مارتن، الهيموفلس انفلونزا والموركسيلا. التلاتة دول زي بعض بيتقال عليهم فاستيديس بكتيريا اللي هي النيسيريا والموركسيلا والهيموفلس انفلونزا، بيطلعوا على الشوكليت اجار خلاص، او اعتقد الساير مارتن بس مش عارفه مش مكتوبه هنا. طبعا السبارو ديكستروز اجار ده بتاع الفنجاي، ده اللي حاطين فيه انتي بايوتيك ميفينيكول عشان يقتل البكتيريا ويخلي بس الفنجاي هي اللي تنمو. الاكانثاميبا حبيبتنا الاكانثيبي من ايام ما احنا في سنه ثالثه كنا عارفين ان هي بتطلع على اشريشيا، بتحط لها اشريشيا كولاي علشان هي بتتغذى عليها، فانت بتحط لها حاجه اسمها نون نيوترينت اجار سيديد ويز اشريشيا كولاي، يبقى نحفظ الحاجات دي. لسه كنت بقول لكم البرين هارت انفيوجن، البرين هارت انفيوجنز اللي هو سمبل سكراب ميثودز، المفروض دي من الحاجات اللي ريتش بافرد ميديا وبتدي فيها وايد رينج اوف سبستريت. هو عاملها زي التيشو كالتشر يعني مغذيها بكل حاجه عشان كل حاجه تنمو عليها. بس بيقول لك البكتيريا اللي ما بتطلعش بسهوله على اللي هي الروتين اجارز زي الستريبت والمنينجوكوكل واليست والفنجاي تطلع عليها. شوف هي بتشخص بكتيريا وفنجاي ويست كله يعني بتاعت كله تقريبا، بس انا مش عارفه بصراحه مع الاكانثاميبا فعلا بتشخصها، بس اي ثينك انها بتشخصها برضو كمان. الكوك ديميت بروث دي بتاعت الانيروبس، والانيروبس بيطلع على الكوك ديميت بروث يا جماعه، وبيطلع على حاجه تانية اسمها زي اجليونيت اجار، بس كانسك مش كاتبها هنا. ودي دول الانيروبس. مين الانيروبس عندنا؟ اللي هم البروباين بكتيريوم اكنيا، هنعرفها في حاجه اسمها ليت اونست اندوفثالمايتس، بوست اوبريتيف اندوفثالمايتس. بعد كده اللوفنشتاين جينسن، وبرده البروباين بكتيريوم اكني ساعات بتيجي بوست كراتوبلاستي وريفراكتيف سيرجي، بقيت واخده اهتمام عشان كده يعني. اللوفنشتاين جينسن ميديا دي بتاعت طبعا المايكوبكتيريا كلها والنوكارديا. المايكوبكتيريا والنوكارديا اخوات في الميديا واخوات خصوصا الاتيبيكال مايكوبكتيريا. يعني المايكوبكتيريا ما اقصدش بيها التي بي، هو يقصد بيها الاتيبيكال مايكوبكتيريا لان هو ما بيتكلموش عن التي بي في الكورنيا قوي يعني خلاص. والنوكارديا برضو بياخدوا اللي هي الاميكاسين في تريتمنت بتاعهم. طيب الجدول التاني اللي هنجيله اللي هي الستينز، الجرام طبعا بتشخص كل البكتيريا، قلنا جرام اللي هتاخد الداي وتبقى فايولت هتبقى اسمها جرام بوزيتيف، اللي هتوش الداي وتبقى ريد او بينك اسمها جرام نيجاتيف. وطبعا الفنجاي برضو بتاخد الجرام ستين بالمناسبه. الاكانثاميبا ما بتاخدش، يبقى من كل البيوجينيك اورجانيزم البكتيريا والفنجاي. وفي حاجه اسمها مايكروسبوروتيا هنتكلم عليها، نوع من انواع البروتوزوا برضو بتيجي بوست كراتوبلاستي اكتر مع الناس الاميونو كومبرومايز. الجيامزاستين بتاعت الاكانثاميبا وبتاعت الفنجاي، وقلنا وجبنا سيره الجيامزاستين دي فين؟ في الكلاميديا صح،
في الكلاميديا برضو حطوها في البكتيريا. الكولكو فلاور وايت، الكولكو فلاور وايت ده اكانسميبا، يبقى الاكانسميبا عشان هنقولهم تاني، الجيامزة والكولكو فلاور وايت ده بالفلوريسنت مايكروسكوب. وبرضو الكولكو فلاور وايت بما ان الفانجاي وايت فحطه معاها وايت، والمايكروسبوريديا زيها. الاسيد فاست باسيلس اللي هي زين نيلسنس طبعا، وفي واحدة زيها اسمها اورامين او ودي فلوريسنس، خلاص دي معروفة طبعا، اللي هي المايكوبكتيريا واخت المايكوبكتيريا زي اللوفنش ستاين جينسن ميدي، هم اخوات ماشيين مع بعض النوكارديا. نرجع تاني الاكانثاميبا، لو لاحظتوا اخت الفنجاي مع المايكروسبوروديا، يعني اكانثاميبا فنجاي مايكروسبوروديا مذكوره هنا في الجيامزه، يمكن بس فلتت منها الجرام ستين ورجعت تاني الفنجاي والاكانثاميبا والمايكروسبوروديا، زي ما خدوا الجيامزه ستين وخد الكولكو فلاور وايت، هياخدوا حاجه اسمها جروكوت جمري ميسامين سيلفر، خلاص ميسامين سيلفر او جروكوت جمري وكولكو فلاور وايت وجيامزه ستين. الباس او اللي هي عارفين الباس ده حلو قوي، بيشخص بيعمل ستين دايما الحاجات الدسمس ممبرين والحاجات اللي دي، الحاجات اللي لها وول، فمين ليه وول؟ الفنجاي والاكانثاميبا. اوكي بريودك اسيد اتشاف. طيب التريتمنت بقى، التريتمنت اول حاجه العيان جالك انت في العياده، في حاجات هعملها له جنرال وحاجات سيستميك وحاجات لوكال. يهمني اللوكال اهم حاجه طبعا في الكورنيا، انا بتكلم دلوقتي عن بكتيريا، مش بقى خلاص احنا بقينا يعني سب سبيسيفيك توردس البكتيريا الانفكشن، فانا عندي الجنرال هوسبيتالايز العيان ده ولا مش هوسبيتالايز، امتى هوسبيتالايز؟ لا ثانيه واحده انا هقول لك مين اللي هيسبيتالايز، مين اللي هدخل. العيان اللي عنده لارج كيراتايتس محتاج اجريسيف تريتمنت، وقول لي 1 اي، ويا ريت لو كان مثلا هو سوري مش ريت، والعيان اللي انت شاكك ان هو هيبقى فيه كومبلينت، يعني مثلا راجل عجوز عايش لوحده وعارف انه مش هيهتم بنفسه، فلا لو سمحت معلش ده هتحجزه خلاص، وخصوصا لو كانت سينج اي وسنترال ومحتاجه اجريسيف تريتمنت. طبعا تاني حاجه لو كان لابس كونتاكت لينس اخلعها وخدها منه وبعتها بتاع الميكروبيولوجي، هتلبسه غطا ولا مش هتلبسه؟ احنا في البكتيريا انفكشن ما بنقفلش العين، لكن لو انا عايزه خايفه من بيرفوريشن او ثيننج وهو بكتيريا، ما ينفعش برده تلبس كونتاكت لينس. طب هتعمل ايه؟ هتلبس بقى اللي هي الشيلد، الشيلد البلاستيك شيلد اللي بنلبسها في العمليات اللي بنقول عليها كارتيلا دي. وديسيشن تو تريتمنت بقى انت حسب، اول حاجه هتقيم الحاله عندك، هتشوف البكتيريا بتاعتك او الانفلتريشن بتاعك في ايبيثيليا اللوس عنيف ولا صغير، وهي سمول ولا لارج، وبريفرال ولا سنتر، يعني انت بتبص على الحاجات دي والاسوشيتد ساينز خلاص. برضو لازم يخلع كده، لازم نخلع كونتاكت لينز، ما ينفعش نقفل الكورنيا على عين فيها انفكشن حتى لو نقطه صغيره خلاص. وده غالبا هعالجه بمونو مونو سيرابي او مونو انتي بايوتيك. لو كان بقى مش سمول لارج وسنترال ومعايا اسوشيتد ساينز وابسيليال ديفكت عنيف، لا ده بقى اللي هدي الدول الثيرابي. طيب يبقى اللوكال، وطبعا هعمله هوسبيتاليزيشنز وهادريس بقى الريسك فاكتورز، مهم برضو جدا في الجنرال، مش عارفه هو كانسكي مش قالها، ادريس الريسك فاكتورز اند تريت. يعني لو عيان مثلا عنده انتروبينو تركيزوس وبكتيريا انتو بكتيريا الكونتاكتس، بصوا حتى لو مش هتلحق تعمل له حاجه قص له الموشو، بجد قص له الموشو، ما هو ما ينفعش كل شويه حاجه بتراب اجنست الانفكشن وبسبريد الانفكشن اكتر وبتعمل مور بينيتريشنز، ما هي دي اكيد هي دي الريسك فاكتور بتاعي. فانت ادريس الريسك فاكتورز وتريت كجزء من اللوكال تريتمنت بتاعك لو سمحت من فضلك. والهوسبيتاليزيشن اتكلمنا عليه، وموضوع والجود اسسمنت طبعا. التريتمنت بتاعي بقى العيان دوت انت عايز ايه من التريتمنت؟ انت عايز انتي بايوتيك يوصل للكورنيا الاستروما بهاي دوز قويه جدا عشان يقدر يقتل البكتيريا اللي عندك دي. مشكله الكورنيا ان الابزوربشن بتاعها هي فيها باريرز طبعا، وعشان كده القطرات الكونسنتريشن احيانا ما بيبقاش انتراستروما عالي زي ما احنا متخيلين، الا
بفريكوانسي معينه او بطريقه معينه. بس الحمد لله غالبا بتاع البكتيريا ده اصلا بيبقى جاي لك بابسيلال ديفكت. ولو مش جاي لك بابسيلال ديفكت في ناس احيانا لما بيبقى العيان ريزيستنت معاهم في الهيلينج بيعملوا دبرايتمنت. وهناخد دلوقتي ان في حاجات كمان ان انا ممكن احقن انتراسترومال سبيسيفيك, بس هتيجي في الحاجات اللي هي بتروح ناحيه البوستيريو ستروما. السودوموناس بتروح ناحيه البوستيريو ستروما وقلناش حاجه, بس السودوموناس لها عادي ممكن اعالجها بالفورتيفايد تريتمنت بتاعي. اللي اكتر ريزيستنت وبتبقى لان الدراجز بتاعها مش بنيترابل وهي بوستيريور سترومال هي الفانجل, هنقولها حالا. مش عايزه اتوسع يعني الا واحنا خلينا ماشيين نقطه بنقطه عشان ما انتوش من بعض. لكن طبعا انت عايز هاي تيشو كونسنتريشن انيشال, يعني اول كام يوم او اول 48 ساعه انت عايز تقريبا كل ساعه اب تو كل نص ساعه. ففعلا احنا بنقول له اول داي اند نايت. ايوه هي داي اند نايت اورلي. اصحى بالليل بص ما تنامش, لازم يبقى فيه كومبلينس. عشان كده احيانا بنعمل هوسبيتاليزيشن اول حتى يوم او يومين عشان الموضوع ده. داي اند نايت لازم يبقى فيه اورلي ابلكيشن للانتي بايوتيك بتاعي. وبعد كده تابرت اكوردنج ريسبونس. خلاص بعد 48 ساعه لو انا لقيت انفلتيشن بتاعي بيقل والابسيلا بيهيل والاديما ساينز بتختفي وكل الحاجات دي, ابتدي اعمل التابرنج بتاعي بقى. بعد ما كنت بحط 12 24 قصدي مره, خلاص اقول له مثلا ممكن بالليل نحط نقوم نحط مرتين ثلاثه وبالنهار نحط كل ساعتين وهكذا. خلاص according to the response. انا قلت يا اما عندي مونو يا اما دول. المونو يعني ايه؟ المونو يعني احط نوع انتيبيوتيك واحد, مش مونو يعني هكتفي بقطره واحده, احط نوع انتيبيوتيك واحد. والادفانتجز بتاعته ان كل ما قللت عدد القطرات كل ما قللت البريزرفتيف وكل ما قللت التوكسيستي, اللي هي برضو واحده من انواع من اسباب اللي كنت بقول لكم البريزيستنت ابيسيليال لوس او النون هيلينج, هيكون دي واحده من اسبابها القطرات. القطرات يا جماعه مش الدكتور اللي بيكتب روشته مليانه قطرات مش شطاره منه, لانه اصلا الدروبس في حد ذاتها لها توكسيستي, والبريزرفتيف اللي فيها زمور توكسيك وممكن انهانس كمان البنتريشن بتاع البكتيريا. فقلل القطرات على قد ما تقدر. فلو ما فيش انديكيشن للفورتيفايد, مش كل ما عيان يجي لك عنده انفلتريتد كورنيال ألسس تعمل له فورتيفايد, لا كفايه المونوثيرابي عليه وشوف الريسبونس بتاعك. لكن لو من الاول هو كبير وسنترالي انفولفينج خلاص وقلقانه منه, لا مشي هنحترم القرار دوت خلاص. فاحنا يعني تيلور يور تريتمنت اكوردنج تو ذا بيشنت. فصل التريتمنت على العيان بتاعك. اللي موجود عندنا طبعا احنا بنحب في الكورنيا الكينولونز الفلوروكينولونز كوميرشال افيلبل فيه دلوقتي الثيرد او الفورس جينيريشن, وفي حاجات منهم بريزرفتيف فري. كانت الحاجات الاوليه من الكينولونز السيبروفلوكساسين كانت بتسيب اللي هم كانت بتسيب حاجه مشهوره جدا عليهم. اولا كانت اجنست الجرام بوزيتيف اكتر من الجرام نيجاتيف يعني, لكن دلوقتي الكينولونز اجنس البوزيتيف والنيجاتيف كانت بتسيب البرسيباتيت ده والحاجات دي ساعات لسه بتنزل في الامتحانات. البرسيباتيت دوت يقول لك ايه سيبرو فلوكساسين كورنيال سيبتيت. على فكره السيبرو لسه في منه اعتقد اوينتمنت مرهم, وكانوا العيانين لما يحطوه برضو يجوا بالمنظر دوت. انا شفت حيله بس في اول النيابه كانت حتى مرهم سيبرو وجت بالمنظر ده فعلا يعني. طيب ال بصوا زي ما في حاجه اسمها مرسا اللي هي ميثيسيلين ريزيستنس ستاف, للاسف كتر استخدام الكينولونز عشان هو لما ظهر احنا كرماديين حبيناه بجد وسيستماتيك حبوه في الحاجات دي, لان هو واحد من القله القلائل في الانتي بايوتكس اللي بتعدي البلاد برين بارير وبتعدي الاوكلر بارير برضو الاوكلر بلاد بارير. فحبينا سيستماتيك وحبينا لوكال, وبتوع نيورولوجي برضو حبوه معانا وبتوع اليورولوجي حبوه معانا. فهو الكينولونز يعني حب به للجميع. فللاسف ظهرت فعلا ريكوردد منه سترينز ريزيستنس من الستاف والسودومونس, ودي حاجة مش عارفة هيتغلبوا عليها ازاي. طبعا النيو جينيريشن بتاعته هي عليهم في البنتريشن هي اسمها الموكسي فلوكساسين, ودي موجودة واحنا بنستخدمها فعلا. واعتقد هم عاملينها بريزيرفت فري.
ما اعرفش هي لها علاقه بالدراج بريبريشن، بيقول لك يعني الفيهكل عمله فيهكل بتخليها تعدي، فحتى بيستخدموها 4 مرات في اليوم بس، ما عادش قبل. بس طبعا احنا مالناش دعوه، 4 مرات ده البوست اوبريتيف، لكن ما حدش يجي يقول لك لا الكينولونز هو 4 مرات ويحلف بالله انه 4 مرات، ماشي ده في البوست اوبريتيف لما انت بتبقى عايز حاجه اسمها اكوس ليفل زي البريدنزولون والحاجات دي، انا عايزه اكوس ليفل. لكن انا بتكلم دلوقتي على الكورنيال اوباستيز، انا مش انا عايزه الهايست كونسنتريشن افيلبل، مش هستنى الدراج الهاف لايف بتاعته تخلص اصلا خلاص، لا انا عليه عليه وعليه وعليه وعليه. فعشان كده بحطه اورلي، ما حدش يخلط دي ما بين الدوز بتاعت الكينولونز في البكتيريا الكيروتايتس وما بين الدوز بتاعته في البوست اوبريتيف تريتمنت. السيبروفلوكساسين الكورنيا بريسيبتيت، فده يديلي الابيثيليال هيلينج. طيب هاجي بقى للدو ثيرابي، اللي هو الدو ثيرابي اللي انا بحضره اللي مش موجود جاهز للاسف احنا بنحضره. بصوا الدو ثيرابي دوت هو امتى يبقى فيرست لاين اوف تريتمنت؟ انا طبعا المونو ثيرابي بعد 24 و48 ساعه ما جابش نتيجه هقلب على الدو ثيرابي خلاص. طيب ده لو استخدمته كفيرست لاين اوف تريتمنت، من الاول هستخدمه في العيان بقى السنجل اي السنتري انفولفنج والاجريسيف، العيان اللي انا عملت له هوسبيتاليزيشن او انا قلقانه عنده، او لو انا عارفه ان الاورجانيزم ده ممكن يكون زي يعني مثلا انا في عايشة في بلد عارفة ان الأورجانيزم ده طلع منه ريزيستنس في استرينز للكينولونز. اوكي وفي حاجات بقى سبيسيفيك بتبقى محتاجة تحضير من الاول. هما كانوا زمان بيحطوا الاميكاسين مع السيفتازيديم، دلوقتي بقينا بناخد الكيفالوسبورين مع الفانكومايسين، السيفتازيديم مع الفانكومايسين، ما عدناش بنستخدم كتير الامينو جلايكوزايدز عشان مشاكلها خلاص. بس لسه ستيل الامين كاستين بيستخدم في حالات معينه زي الاتيبيكال مايكوبكتيريا والنوكارديا اعتقد. الكيفالوسبورينز قال لك هيبقى الامينو جلايكوزايد، طبعا احنا عارفين هي جرام نيجاتيف، اللي الكيفالوسبورين هو برود سبيكترم هيغطي الجرام نيجاتيف والبوزيتيف المفروض، بس كانسكي يعني اختار كلمه جرام بوزيتيف. وممكن بقى هستخدم الفانكومايسينز، الفانكومايسين طبعا بتاع جرام ايه بوزيتيف يا جماعه. اوكي هقول لكم ازاي بنحضرهم والطرق والدوزز دلوقتي حالا، بس في حاجه مهمه جدا ان انا لما اجي احضرهم دول لهم حاجه اسمها شيلف لايف. يعني ايه شيلف لايف؟ يعني هما يفضلوا محتفظين يعني بالثيرابيوتيك افكت، وان ما يحصلش منهم مشاكل لمده قد ايه. قالك حسب انت حاططها في التلاجة ولا بره التلاجة، جوه بره التلاجة 24 ساعة، جوه التلاجة 72 ساعة، واحيانا ممكن انا بصراحة بعملها 96 ساعة، وفي ناس ممكن تقولك لأسبوع، بس هو كفاية 96 ساعة عليهم اللي هي يعني 4 ايام معنا اصح. مهم جدا ان وانت بتحضرهم ما تحضرهمش على رينجر ولا الحاجات العبيطة دي، لازم يكون يتحضروا على قطرة فيها فيهكل عشان يحملوا عليها، اللي هو الكلام اللي قايله دوت ان انت بتحضرهم لازم يبقوا كومباتبل فيهكل، فما تجيبش امبول بي اس اس او حقنة رينجر وتحضر عليها او صلاين او تحضر عليها، انت بتجيب قطرة زي الارتفيشال تيرز وتحضر عليها او اي قطرة انتيبيوتيك رخيصة كده زي الازوتوميفينيكول او التوبرين وتحضر معاها او النيوبول او الحاجات دي. فلازم على فيهكل علشان الانتيبيوتيك doesn't precipitate. اوكي و الديس ادفانتشز طبعا ان هو ده كوست بالنسبه للعيان وبالنسبه لك انت، الليميتد افيلابيلتي الشيلف لايف بتاعهم قليل، ممكن يحصل كونتامينيشنز وشورت شيلف لايف طبعا ونيد فور ريفريجينيشن. خلي بالك انت زي ما اديت الدول ده ممكن تحقن من نفس الماتيريال دي، تحقن سب كونتراكتيبل لو عيان بور كومبلينس، وممكن حتى في ناس بتحقن بري بالبر، بس يعني في الكراتيتس ما بنحتاجش البري بالبر قوي، لان البري بالبر بيعمل ديليفري بوستيرور، انت عايز دلوقتي تعمل الديليفري بتاعك املي في الكورنيا، فيا اما سب كونش خلاص يا اما اللي هي التوبيكال ادروبس. الدوزز بتاعتي هو كاتبها لي هنا اهي، ماشي
قال لك يا اما تستخدم فلورو كينولونز مونوثيرابي او تستخدم الدول ثيرابي اللي هو يستخدم السيفروكسيم ده كيفالوسبورين تركيز 5% او الجنتامايسينز 1.5%. احنا بنستخدم الجنتامايسينز او بنستخدم الاميكاستين، والاميكاستين على فكره مور سبيسيفيك اهو، هو والكاريريسوميسين او الازيثروميسين. كاريريسوميسين ده زي الدلاسين، عارفين اللي بياخدوه بتوع الاكني، المايكوبكتيريا والنوكارديا. يبقى نحفظ الاثنين دوزز، الحاجتين دول الاميكاسين وكاريريسوميسينز، نوكارديا ومايكوبكتيريا. هرجع تاني للجرام بوزيتيف، هقول المور سبيسيفيك الفانكومايسينز، كفايه نحفظ علينا الفانكومايسين والسيفروكسيم. تاني السيفروكسيم كده كده احنا قلنا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وبرده الجرام نيجاتيف هتبقى برده السيفتازيديم اللي هما الكينولون اللي هما الكيفالوسبورينز والجنتامايسين او فلوروكينولونز ميلي. الجرام نيجاتيف كوكاي هيبقى السيفتاترايكزون والفلوروكينولونز. تعالوا بس للدوزز كده كتير والجدول كبير، انت بص مش مهم تحفظ كل دوت، مالكش دعوه دلوقتي بالفلوروكينولون ده حسب هي جايه كام. في شركات بتحضرها 3% وشركات بتحضرها 5% يعني، ولا اعتقد 3.1% ولا ايه، مش فاكره الدوزز دلوقتي حتى. لكن تعالى نتكلم على التحضير اللي انت هتحضره انت بنفسك بتاع رمض. انت ايه هتجيب السيفروكسيم او السيفوتاكسيم وتحضر تركيز 5%، وهتحضر ال 5% ده والفانكومايسين 5%. الفانكومايسين ده بيجي فايل يا 500,000 والسيفروكسيم كده يا 500,000. تحضيرهم سهل خالص. بص انت هتخفف الاول، هتخفف الاول الفانكومايسين، هتخفف الاول الفانكومايسين بتاعك لايه الالف ده لو خففته على 10 هيبقى كل 1 ملي لو خففته في 10. طبعا انت هتضطر تخفف الاول بالبي اس بالسلاين انا عارفة او بالرينجر، بس بعد كده هنكمل بفيهكل خلاص، فلازم نكمل بقطر على قطرة. لو خففت الالف في 10 يبقى كل 1 ملي هيبقى في 100 خلاص. ارجع اسحب 1، هترجع تسحب هترجع الخمسة في بصوا يا جماعة، هي الخمسة في المية دي هي تعني 50 ملي جرام في الملي لتر. فانت لو خففت الالف لعشرة ملي فكل ملي في 100، فلو خدت الملي انت عايز توصل تركيز كام؟ 50 ملي جرام في الملي لتر. الملي في 100 دلوقتي عندك، فانت هتحط عليه ملي، حط عليه بقى ملي من الارتفيشال تيرز اللي قلنا عليها دي خلاص. فانت وصلت التركيز 5%، وهكذا بقى احسب الجنتامايسين. بس خلي بالكم الجنتامايسين والاميكاسين بيجي امبوليت، مش فايلز بتخفف 2 ملي خلاص. انت 2 ملي بقى هتخففها برضو بنفس الطريقة. هتشوف كان في حد بيقول يعني ان هو بياخد ملي منه وبيفضيه على الازازة بيفضيه على ازازة الايزوتومين في كل ده بيوصل التركيز، بس ما اعرفش هو بيحسبها ازاي. بس انا بحسبها كده بقى، اللي 5% دي تعني 50 ملي جرام بير ملي لتر، 2% دي تعني 20 ملي جرام بير ملي لتر، واحسب انت بطريقتك. 1.5 دي تعني طبعا 15 ملي جرام بير ملي لتر خلاص، علشان طبعا الملي لتر انتوا عارفين الليتر في 1000 ملي لتر، فعشان حدش يقول لي انت جبتي 50 ملي جرام بير ملي لتر ازاي، الليتر في 1000 ملي لتر. فخلاص في 50 في الملي لتر هي 5%، هو تركيز 5%. طيب ايه الدروبس التانية اللي ممكن تديها؟ طبعا السايكلوبليجيك كلنا عارفين، عشان طبعا يريليف السبازم والبين، وبيمنع الفورميشن بتاع البوستيرو ساينيكيا ويقلل البين. تدي ستيرويد ولا ما تديش ده حسب الحالة خلاص.
مش طبعا ما ينفعش تدي في الفونجل، وما ينفعش يكون عندك اكتف هيربس سيمبلكس انفكشن قصدي بسيلل ديفكت وتدي، وبرده الاتيبيكال مايكوباكتيريا ما ينفعش. خلاص طيب بقى هو انت امتى تشك في الفونجل والمايكوباكتيريا؟ بص الفونجل هتشك لو كان في تروما اوف فيجيتيشن. الاتيبيكال مايكوباكتيريا والنوكارديا احنا قلنا اكتر دلوقتي بقوا مشهورين بعد الريفراكتيف سيرجري، فخلي بالك العيان لو اداك الهيستوري ده فانت دماغك تروح للحتتين دول، فما تفكرش بقى في الاسترويد خالص بعد اذنك. يعني الهيربس بندي بس مش في حالات الابيثيليال ديفكت بتاعها. البكتيريا اللي حل ممكن ندي، ممكن ندي سبريس الانفلاميشن بس مش في الاول، وبندي حاجات صغيره زي اللي هي بتبقى كونسنتريتد في الكورنيا زي الفلوروميثيلون. خلاص ولازم تكون عامل امبريلا اوف انتي بايوتيك الاول، يعني مش في اول يوم تدخل بالاسترويد كده مع الانتي بايوتيك. خلاص فالدكاتره اللي بيكتبوا دكسها مع الانتي بايوتيك من اول يوم دول بصراحه حرام عليهم يعني. خلاص الموضوع بيبقى ليه رولز. في ترايل اللي اتعملت على موضوع الاسترويد مع الكورنيال ألسرز اسمها سكوت. سكوت ده اختصار استرويد فور كورنيال ألسرز ترايل. خلاص السكوت دي قالت هو بيقلل انفلاميشن بس ملهوش ان ملهوش ملهوش ايفيدنس قوي على موضوع الفيجوال اوتكم ده الموضوع امبيريكال. يعني انت شايف ان هو بيحسن معاك، هو هيحسن الانفلاميشنز بس قالك هو ممكن تحس الافكت بتاعه اكتر مع الحالات السيفير اللي هو جاي لك من اول الفيرست بريزنتيشن الفيجوال اكتيفيتي بتاعه واقع، او اللارج السرز انفولفنج السنترال 4 ملي من الكورنيا تن تو بي بيتر. خلاص برضو خلي بالك ان الاسترويد هو نفس الكلام مش من الاول، هتبتدي بعد 48 ساعة من الموكسي فلوكساسين بالظبط كده، وان الابيسلايزيشن ممكن يتأخر بسبب الاسترويد. فانت لو هتدي الاسترويد هتديه وسمول دوز، ولازم ترجع تسحبه تاني، اسحبه حتى على بعد 10 ايام عشان متأخرش الابيسيليال هيلينج وتدخل العيان في ميلتنج، وده اسوأ من البرايمري انفكشن. فتكون انت عايز تحسن حاجة تسوق له الدنيا. فعشان كده اهم بيبتدوه بعد 48 ساعة من التريتمنت، والمفروض ان بيوقفوا بعدها باسبوع او اقل حتى يعني. وهو بيقول ان ممكن تدي مينيمال سترينث بريبريشنز لو فريكوانسي. ات لو فريكوانسي يعني ايه؟ يعني ما تديش كتير، يعني هو كفايه مره او مرتين في اليوم. بيدوا الدكساميثازون وبيدوا البريدنزولون، لكن هو بصراحه في البراكتس يعني هو الفلوروميثيلون احسن طبعا. على الاقل انت ضامن ان هو هيبقى كونسنتريتد في الكورنيا. اللي ديسكونتينيويشن ميليتوري باوند ريكورنس اند سترال انفلاميشن، مش تدي يومين وتوقف، لا انت على الاقل هتدي اسبوع وبدوزس معينه. ولو اديت في الاول كتير، يعني لو اديت مثلا زي ما هو بيقول هنا 2 اورز او 4 مرات، لازم تعمل تابرنج عشان ما يحصلش الريباوند انفلاميشنز. اوكي الثريشولد اهو الثريشولد اوف توبيكال استرويد مي بي لوور ان ذا كيسز اوف كورنيال جرافت انفكشن. احنا قلنا طبعا خلي بالك كورنيال جرافت انفكشنز علشان لك تكون اتيبيكال مايكوباكتيريا. خلاص السيستميك امتى هتدي سيستميك انتي بايوتيك؟ انت ما تديش سيستميك انتي بايوتيك الا لو كنت عارف ان في بكتيريا لها سيستميك امبليكيشنز، او حصل سيفير كورنيال سيننج وخايف يحصل بيرفوريشن، او في السكليرا. فاحفظ كده سيستميك انفولفمنت سكليرا سيفير كورنيال سيننج بالاسات كلها سيستميك انتي بايوتيك. يبقى سيستميك انفولفمنت مين البكتيريا؟ قلنا لها سيستميك، قلناها في الاوفثالمانيو ناتورم الهيموفلاس انفلونزا والمينينجايتس والجونوريا. خلاص الجونوريا كنا يلا نفتكر الانتي بايوتيك بتاعها كان السيرج جنريشن كيفالوسبورين، الهيموفلاس انفلونزا كان الاموكساسيلين مع الجالفولينيك اسيدز، النايسيريا مينينجايتس كانت الانتراماسكولار بنسلين. طيب لو حصل كورنيال سيفير كورنيال سيننج هتعالجه زي الاندوفثالميتس اللي بنحب ندي السيبروفلوكساسين ده عشان انتي بكتيريال. ممكن تدي التتراسايكلين بس هنا بتديها كانتي كولاجينيز مش كانتي بايوتيك. خلاص واحنا على فكره ساعات بنديها امبيريكال كمان كانتي كولاجينيز. السكليرا انفولفمنت ساعتها لو سمحت ادي، لان السكليرا بتريسبوند للسيستميك تريتمنت، حتى لما ناخد في السكليرايتس هنعرف ان هو اصلا التريتمنت بتاعها ميلي سيستميك. طيب امتى بقى تقول لعيانك ده حصل فيه تريتمنت فيلير؟ انت اصلا كل 48 ساعة بتوقف العيان قدامك وتسأل نفسك انا بامبروف ولا بتتيريوريت.
ده في البكتيريال. طبعا في حاجات بتاخد لونج، يعني احنا هناخد الفانجل، لكن سيبينا احنا بنتكلم بقى في 6 8 12 اسبوع، 3 شهور بالظبط عشان يحصل اصلا كومبليت هيلينج. بس على يعني ايه، فما ينفعش داي فور داي ادرس. لكن البكتيريا لا، شهاده لله لو هي فعلا ترو بكتيريال انفكشنز، المفترض لو انت اديت السبيسيفيك انتي بايوتيك الصح والعيان كومبليانس صح وما فيش اي دراج توكسيستي، المفروض داي تو داي او حتى على الاقل كل 48 ساعه لو انت بتعمل ريفيو للعيان هتلاقي فيه امبروفمنت، انفلتريشن بتقل، ليد اديما بتقل وهكذا. خلاص، فالبكتيريا المفروض انها ريسبوند، كونها نون ريسبوندنج يا اما انت الدايجنوزس غلط، يعني حاجات ميمك البكتيريا دي مش بكتيريا، يا اما انت حط دايجنوزس غلط كتايب اوف بكتيريا، يعني مثلا انت بتعالج البكتيريا دي مينلي على انها كذا وتكون دي اتيبكال بكتيريا تانيه محتاجه سبيسيفيك انتي بايوتيك رير، او ده سترين ريزيستنس وانت عملت دي فلوروكينولونز، يبقى يعني يبقى الدايجنوزس غلط ايه، يا اما هي مش بكتيريا اصلا، يا اما هي بكتيريا نوع تاني مختلف عن البكتيريا اللي انت بتفكر فيها او تعالجها، فبالتالي الانتي بايوتيك اللي انت بتدهولها مش معاها، يا اما العيان نون كومبلينت خلاص، يا اما عندك دراج توكسيستي. دي اشهر الحاجات بتاعت الفيلر. تعالوا نقرا كانسكي كاتب ايه اهو. It is important not confuse ingoing failure of re-epithelialization with continued infection. يعني بيقول خلي بالك لو هو احيانا يبقى دي حاجه زياده بقى عن اللي انا قلته في الاول، فرق هو ده ترو فيلير ولا مش، يعني الكيراتيتس ما بتتحسنش بجد، ولا دي مشكله ابيسيلايزيشنز، لان ممكن البور ابيسيلايزيشن الابيسيلير هي نتيجه مثلا نيوروتروفيك، نتيجه اوكلر سيرفيس او اكسبوجر او حاجه مشاكل في الليد تكون هي السبب. فالاول ادرس المشكله فين، هي هتعرفها ازاي؟ طبعا هتعرفها ان في سبب لانه ان الابيسيلير هيلينج ما بيحصلش كويس، وان كمان لسه او لو هي ترو فيلير هيبقى عندك لسه ساينز اوف انفكشنز زي اول يوم شفته العيان فيه ما تحسنش او تحسنت ليتل قوي. خلاص، طبعا تاني حاجه برضو خلي بالك منها دراج توكسيستي. الدراج توكسيستي ده عيان الانفلتريشن بتاعه بيتحسن بس برضو ابيسيليال ديفكت ما بيتحسنش. فالابيسيليال ديفكت دوت انفلتريشن بيتحسن ولكن ابيسيليام ستيل، وخد الدراج توكسيستي معاك في السكه. لو ما فيش امبروفمنت بعد 24 48 ساعه احنا بنقول البكتيريا لازم تعمل ريفيو او ادرس من يوم ليومين بالكتير، عكس بتاع الفانجل كان ثميمه مش مشكله ان شاء الله تسيبه بالاسبوع وتريفيو بعد اسبوع. في الاول طبعا في اول اي بايوجينيك انفكشن في الكورنيا انت لازم تجيب عيانك اول كام يوم، يوم ورا يوم يعني ورا بعضه عشان تدرس انت لو انت كمان مش شور ان عيانك ده مش كذا. في حتى حد من الاساتذه المشاهير كان ده يقول بص اي هايبوبيون ألسر او اي انفلتريشن ابتدي بيه، ما تسمعش شكوه العيان وما تبصش حواليك، ابتدي بيه على انه بكتيريا، يعني ادي السبيسيفيك انتي بايوتيك توبيكال انتي بايوتيك، وهات العيان بعد يوم او يومين لو بيتحسن يبقى انت بكتيريا وكمل في سكه البكتيريا، ما بيتحسنش يبقى يا اما ده الاكنساميبا يا اما فانجل يا اما فايرال. الفايرال طبعا غالبا هياخد الاستين السبيسيفيك هيبقى هربتيك ألسرز وهتظهر اكتر، يعني الفانجل والاكانثاميبا لهم حاجات تانية هنتكلم عليها بعد شوية. لكن انا قصدي ايه، ان هو بيقول لك عالج كل الناس على انهم بكتيريا وبعد 48 ساعة اسأل نفسك هو بكتيريا ولا الحاجات الميمك البكتيريا، يعني هي دي مدرسة من المدارس. بس لو بفرضيت ان العين جالك في اول يوم من الكورنيا الافكشن اللي هو انفلتريشن هيز وانت لسه مش باين قدامك هو ايه بالظبط، بعد 48 ساعة هتوقف وتسأل هتسأل نفسك ليه حصل ليه حصل كده، تعمل ريفيو، وقف القطرات بتاعتك ل 12 ساعة وخد سكرابنج تاني وكونجكتيفال سويب لو ما كنتش خدت اولاني او خد تاني لو او خد من اماكن تانية وكذا، وبعتها تاني الميكروبيولوجي لو سمحت. هتشنج لو الكالتشر اكوردنج كالتشر سنسيتيفيتي، لكن لو عندك فيفربل ريسبونس طبعا نوت ستوب الانيشال ثيرابي دي قلتها لكم في الاول. برضو قالك في ستيل نو امبروفمنت افتر فيردر بعد 48 ساعه تانيين خلاص وقف التريتمنت
واعمل برضو ري سكرابنج. بس هنا الري سكرابنج هتعمل انكليشن على برودر ميديا، يعني لو انت كنت زرعت على البلاد والشوكليت في الاول او عملت بس جرامستين، وسع بقى الدنيا، ازرع على السبارو وازرع على الزيو اكلونيت ليكون ده حاجه انيروبس، خد مثلا الحاجات اللي هي بتاعت الاكانثاميبا، خد البس بتاع النوكارديا والمايو والاتيبيكال مايكوباكتيريا وهكذا. خلاص الزين نيلسون سوري. لا هو البس صح، الفانجاي والاكانثاميبا والزين نيلسون هيبقى بتاع المايكوباكتيريا والنوكارديا. لو كل ده طلع نيجاتيف معاك ساعتها هتلجأ لحاجه اسمها كورنيا البيوبسي، بنعملها دلوقتي بالفيمتو سكند، وفي ناس كانوا بيدخلوا كده ببنكشر ويعملوها. في بقى في الاخر خالص العيان ريزيستنس معاك، في اصلا واحده من الانديكيشن بتاعه البي كي بي او الكراتوبلاستي حاجه اسمها ثيرابيوتيك كراتوبلاستي. بس طبعا هو في حالات يعني الريزيستنت، لو ريزيستنت فعلا مش شرط تلجأ بسرعه للثيرابيوتيك كراتوبلاستي. دلوقتي برده في ريبورتس عن موضوع الكروس لينكينج في infectious keratitis، لو resistant لكل جربت معاه كل الميديكال تريتمنت ومش بيهيل هتعمل كروس لينكينج، وفي او ممكن تعمل اكسجنال بقى اللي هي كراتوبلاستي سواء ديب لاميلر او بنتريتنج، خصوصا لو حصل بقى هو انسيبيانت او اكشوال برفوريشن. طبعا الانسيبيانت والاكشوال برفوريشن مش لازم اعمل له برده كراتوبلاستي. يعني انا برده عايز اقول لك ايه، بلاش موضوع الاجريسيفتي، ما عادش الناس بيدخلوا كراتوبلاستي كده عمال على بطال، بقى في تولز ثانيه. يعني لسه بقول لكم في كروس لينكينج، وفي دلوقتي لو حتى ايفن لو حصل اكتشوال برفوريشن هنتعامل معاه ازاي. لو حصل برفوريشن وهتتعامل معاه، بسأل نفسك ده سمول برفوريشن ممكن يخف لو انا لبست كونتاكت لينس خلاص، وممكن احط مثلا جلو كونتاكت لينس. ممكن احيانا اللارج ديهيزنس بيعملوا حاجه اسمها دبل تيشو اديهيزف، يعني بيحط السيان اكريليت وبيحط التيشو جلو كل واحده في حته. وبعد كده ممكن برضو يعمل اللي هو المالتي لايرد امنيوتك ممبرين جرافت اللي قلت لكم عليها. وفي ده هنتكلم في برفوريشن بقى، ما ينفعش بقى تقول لي فلاب وميوكس ممبرين والكلام ده، بتكلم في برفوريشن خلاص. انا عايز اعمل ريكونستراكتور للانتيور سيجمنت، لو تقدر تاخد البرفوريشن ده في دايركت كلوجر لا ما ينفعش، لان ده نيكروتيك تيشو هيحصل بقى تشيز وايرنج وما ينفعش اخيط، عشان حدش يقول لي ليه ما بنخيطوش على طول. برضو خلاص، ولو ما فيش حاجة غير انك تعمل كيراتوبلاستي هتضطر تعمل الكيراتوبلاستي. الاندوفثالمايتس لو حصلت ما فيش بروتوكول معين للاندوفثالمايتس هنا زي البوست اوبرتيف. البوست اوبرتيف بنمشي غالبا، يعني احنا بنختار البوست اوبرتيف بروتوكول ونمشي عليه زيها. البوست اوبرتيف اندوفثالماتيس هشرحها معلش في تشابتر الكاتركت مش موضحها هنا، لكن بس خليكم انه لو سالتوا طبعا تبقوا عارفين ان احنا بنحقن فيها ريجمن حسب الفيجوال اكيوتي بي ال ولا هاند موشن اور بيتر، هرش فور فيتريكتومي ولا هعمل انترافيتريال، وباخد البايوبسيز منها ازاي، وبدي سيستميك ولا لا، وبحقن سترويد ولا لا، وبحقن بري اوكلر ولا لا، وهكذا. امتى خلاص العيان خف وساب بقى مشاكل بتاعته. المشاكل بتاعته طبعا البرفوريشن اتكلمنا عليها، الديسماتوسيلو كراتيكتيزيا، ودي لها برضو لاميلر كراتوبلاستي او مالتي لايرد امنيوتيك ممبرين، وكروس لينكينج ممكن اون توب كريتوبلاستي برضو اللي هي بقى لاميلر او اديكويت. لو عندي طبعا الريجولار استجماتيزم ممكن البس ار جي بي، كاتركت سيرجي لو حصلت والساينيكيا وحاجات كتير، الكورنيال اوباسيفيكيشن، يعني هي برضو الموضوع كله يندرج تحت كريتوبلاستي كاتركت سيرجي. هو بيقول خلي بالك ان العيان اللي جاله بوستيرور ساينيكيا غالبا هيبقى عنده زولينر فراجيليتي، فهو انت بتعمل كاتركت دي من الحاجات اللي ممكن تبقى فيها مشكله.